بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا يا دكاترة، ويا رب دائما وأبدا تكونوا بخير ودائما بصحة جيدة بإذن الله. إن شاء الله رب العالمين، النهاردة أو دي آخر محاضرة من محاضرات الإمرجنسي ميديسن، وكل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم الأسبوع القادم بإذن الله، أو الجمعة اللي جاية تحديدا هتكون بداية شهر رمضان إن شاء الله رب العالمين. وجب برضو التنويه على حضراتكم إن إن شاء الله ميعادنا في الأكتيفيتي سيشن هيكون الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة يوم الحد عادي، يعني مش هنبدر الميعاد غير نص ساعة فقط علشان نبعد عن الإفطار قدر الإمكان. هنخلص تسلوا آخر فترة من صيامكم معايا كده إن شاء الله، وبعد كده تخشوا تفطروا إن شاء الله على خير. كل سنة وأنتم طيبين مرة تانية. الأسبوع ده أنا هكتفي فقط بإني أخلص الإمرجنسي ميديسن، يعني هدي المحاضرة دي فقط، على أساس يعني مش قرار حكيم نهائي إن إحنا في الأسبوع ده نبدأ مثلا محاضرة من الإنترنال ميديسن أو من أول سيستم اللي هو الإندوكراين في الإنترنال ميديسن، ويعني نيجي نحل اسئله نبص نلاقي نفسنا بنحل نص طوارئ ونص انترنال ميديسين. لا، عايزين نشطب الطوارئ من اي تو زد، علشان ان شاء الله باذن الله تعالى عايز برضو اوجه عنايه حضراتكم انه يوم الخميس الموافق 30 ابريل، يوم الخميس الموافق 30 ابريل هينزل لحضراتكم امتحان ان شاء الله بيزد على الامرجنسي ميديسن. وده طبعا او الامتحان ده مش هيكون غير للناس اللي كونفيرمد او اكدت ان هي مكمله معانا وهتبدا معانا في الانترنال ميديسن ان شاء الله رب العالمين. فان شاء الله هتبعته الاجابات بتاعت الامتحان، وهيتم تصحيح الامتحان والاعلان عن الدرجات خلال اسبوع. بسيب لحضراتكم اسبوع مهله علشان خاطر تبعتوا اجابات الامتحان، وبعد كده بكام يوم ببدا انزل درجات الامتحان ان شاء الله رب العالمين. ده علشان خاطر تختبر نفسك وانس ما تخلص الامرجنسي ميديسن، تتاكد ان انت ذاكرت كويس وراجعتها على بعضها وقادر تحل اي سيلف اسيسمنت او اي امتحان بيزد على الامرجنسي ميديسن ان شاء الله. تمام، عشان نبقى كده تم دفن الامرجنسي ميديسن بنجاح وقبل البطنه ان شاء الله، اللي هيتم الاعلان برضو عن الجدول بتاعها ان شاء الله رب العالمين. وهتعرفوا كمان الامتحانات في البطنه هتكون بيزد على ايه، يعني كل كام سيستم هنعمل امتحان. البطنه طبعا اهم ماده على الاطلاق في الستيب 2 سي كي او الايفون سي اس اي، فلا تقبل الاسم على اثنين، اكستريملي 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 امبورتنت. تمام، خلونا ننطلق ونبدا في حصتنا لهذا اليوم. البداية النهاردة ب chapter البيرن. البيرن من التوبكس اللي أنا يعني بديها just two stars أو نجمتين، مش توصل لدرجة الثلاث نجوم يعني، معرفش بتاع القلم تخين كده ليه، بس هعدلها دلوقتي حالا. تمام كده اتعدلت. فالبرن هديله جاست تو ستارز، يعني مش هوصله لثلاث نجوم. وبصراحه يعني انا كنت عايز اديله 1 ستار، بس انا فاكر قد ايه هو كان مهم، او توبيك كان مهم جدا عندكم جراحه يعني، او كان مهم قوي في سكشن الجراحه. ده في عنبر كامل في الجراحه تقريبا اسمه عنبر الحروق، من العنابر او من العنابر اللي ربنا ما يبتليك بيها، ولا كدكتور ولا كمريض ان شاء الله رب العالمين. البرن هو واحد من اهم اسباب الوفاه في الاطفال
mainly في United States، لأن الأطفال أنتوا عارفين أنهم أكثر عرضة للحروق من النوع الأولاني ده، اللي هو الثيرمال بيرن، اللي هو الحرق الحراري. الحرق الحراري اللي هو حرق بحاجة سخنة أو مغلية اتدلقت عليه، أو زيت مغلي مثلا، أو اللي هو حاجة ولعت فولع فيها، ده اسمه ثيرمال بيرن. هاويفر في أنواع أخرى من البيرن زي الكيميكال بيرن، اللي هو أنه يتدلق عليه مادة كاوية، زي مثلا يتدلق عليه مية نار اللي هي سلفوريك أسيد أو واتسوإيفر. وفي نوع آخر من الحروق وهو الحرق بالصعق الكهربائي اللي هو الإلكتريكال بيرن. إن جنرال البيرن سيما كانت ثيرمال أو كيميكال أو إلكتريكال بنقسمها لثلاث درجات: حرق درجة أولى، حرق درجة تانية، حرق درجة تالتة. في كم معلومة مهمة إنك تعرفها كفروقات ما بين الفيرست والسكند والثيرد ديجري بيرن. عندك مثلا إن الفيرست والسكند ديجري بيرن both of them are painful، في حين إن الثيرد ديجري بيرن برغم إنه حرق شديد درجة تالتة يعني، إلا إنه painless ما بيعملش أي وجع. طب ليه الفيرست والسكند ديجري painful لكن الثيرد ديجري painless؟ لأن الفيرست ديجري انت عندك زي ما انتوا عارفين طبقتين رئيسيتين في الجلد، ايبيديرمز وتحتها الكونكتيف تيشو اللي اسمه ديرمز، وبعد كده بقى في الماسل لاير او ان كان واتس ايفر اللي هو السبكوتينيوس تيشو لاير يعني. ولكن السكين ايبيديرمز وديرمز، والسكين هو بارير، يعتبر فيزيكال بارير اجينست بكتيريا، وليه وظائف اخرى عديده زي انه بيشارك في الهيت ريجوليشن، بيشارك في الاكسكريشن علشان السويت وحاجات تانية كتير. الفيرست ديجري بيرن ده بينفولف الايبيديرمز فقط، يعني اللي اتحرقت الطبقه السطحيه للجلد اللي هي طبقه الايبيديرمز اونلي، مفيش اي جزء من الديرمز من الداخل. السكند ديجري ايبيديرمز وجزء من الديرمز، الثيرد ديجري الايبيديرمز بالديرمز كلها، وايفن ات ماي افكت ذا سبكوتينيوس تيشو لاير، يعني ممكن توصل للسبكوتينيوس تيشو. ازاي الثيرد ديجري برغم انه سيفير جدا الا انه بينلس؟ لان حضرتك السنسوري نيرف اندنجز اللي بتحسسك بالالم من جلدك موجوده في الديرمس، موجوده في الديرمس. فلو انت حرقت ايبيديرمس بالديرمس كامله، انت كده حرقت السنسوري نيرف اندنجز، انت دمرت السنسوري نيرف اندنجز، فالعيان بيبقى مش حاسس باي وجع، وده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. تمام، ده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا ان في الثيرد ديجري بيرن اللي هو ذا موست سيفير تايب بيبقى بينس ما بتبقاش حاسس بألم، العام بتبقى حالته صعبة جدا وممكن يموت بنسبة كبيرة، وهنعرف الكلام ده كمان شوية. انما الفيرست ديجري بيرن ده اللي هو حرق الشمس يا جماعة، شوف انا عامل لك كلاسيكيا ده اللي هو الصن بيرن، لما تروح كده مثلا المصيف وما تدهنش صن بلوك، تبص تلاقي الطبقة السطحية كده من كتافك هنا احمرت، صح؟ ولو مشيت ايدك عليها وجع، وجع طب ممكن تضايقك وانت نايم، او تضايقك ايفن وانت لابس التيشيرت زي كده، بص تلاقي فيه إريثيما. ولكن هل انت شايف اي بلسترز او حتت مسلوخة او حتت كياس مية كبيرة كده، اللي هو عارف انت ما تعمل فقفيق مية وكياس مية كبيرة اسمها بولي او بلسترز؟ قال لك لا، ما بنلاقيش فيه ولا بولي ولا بلسترز، جست حتة محمرة وملتهبة وجعان. تمام، زي الصنبر ده الفيرست ديجري بيرن، اتس اكستريملي بينفول. السكند ديجري بيرن برضو اكستريملي بينفول، لان ده بيكسبوز السنسوري نيرف اندنجز اللي موجوده في الديرمز. والفرق بينه وبين الفيرست ديجري ان السكند ديجري بقى بتلاقي فيه فقافيق وكياس ميه وبلسترز وحتت مسلوخه. الثيرد ديجري بيرن لا، ده انت بتبص تلاقي الجلد مسلوخ كاملا، وممكن تلاقي بين العضلات اللي تحت الجلد او بين الفاشيا والسبكوتينيوس تيشو، لدرجه يا جماعه ان الحته المحروقه او المنطقه المحروقه بتبقى وايت وتشارد، بقى وايت وتشارد يعني شبه موميفايد، يعني اللي هو الشخص بقى الحته دي اتسخمت زي الموميا. تمام، فاكستريملي امبورتنت انك تفرق ما بين الثلاث انواع، تبقى عارف مين فيهم بينلس ومين فيهم بينفول، وتبقى عارف البينلس بينلس ليه والبينفول بينفول ليه. بينفول علشان بنكسبوز السنسوري نيرف اندنجز اللي في السبكوتينيوس تيشو. طيب حلو جدا، تيك كير، مهم جدا تعرف ان الالكتريكال بيرن هو اكثر انواع البيرن خداعا. الالكتريكال بيرن هو اكثر انواع البيرنز خداعا. ليه؟ ممكن تلاقي الليجن اللي هو مطرح ما سلك الكهرباء مسك فيا وكهربني،
تلاقي الليجن صغير جدا وتفتكر ان الحرق بسيط وصغير، لكن المشكله ان الكهرباء مشيت في جسمي سمعت في الديب تيشوز والديب اورجانز، فممكن يخيل لك من الشكل السطحي للحرق ان الحرق بسيط، ولكن هناك اكستنسيف ديب تيشو دامج انت لا تتخيله ولا يخطر على بالك. وعلشان كده دايما يقول لك في الالكتروكيوشن او في الالكتريكال بيرن دائما وابدا الفحص هو مفتاح النجاح في علاج الحاله. الفحص is very important. بيقول لك ان electrical burn small superficial injury may be present but extensive deep injury may exist. So examination is critical. Examination critical في الالكتريكال بيرن لانه اكثر انواع الحروق خداعا. طب انا بمانج حاله حرق ازاي لو جات لي يعني؟ يعني مثلا هو لو واحد جاي لي بصن بيرن هحجزه في اسم الحروق؟ طب ايه الكرايتيريا اللي تخليني احجز العيان عنبر او احجز عيان في قسم الحروق وعيان ما يتحجز؟ واللي هيتحجز هعمل معاه ايه؟ وكلام من هذا القبيل. طب خلينا نبدا في الاول. اي واحد اتحرق او ولع بعد الشر عيان سلخ سويفر، اول خطوه انك تسكيور الاير واي والبريزنج والسيركيوليشن اللي هم الاي بي سي. دايما دول بنبدا فيهم في اي حاله طوارئ، يعني اني ايمرجنسي دايما انا بدات معاك بالاي بي سي. قلت لك ان دايما المانجمنت في الكيس فكر في اي بي سي اولا. طب وبعدين؟ بعد ما نعمل اي بي سي اتاكدنا ان الاير واي تمام والنفس داخل خارج، القلب شغال والنفس شغال وكله تمام التمام والعيان سيركيوليشن وايز زي الفل. ابدا بقى احسب السيرفيس اريا بتاعه الحرق. بنحسب السيرفيس اريا بتاعت الحرق ازاي يا جماعه؟ عن طريق استخدام رول مشهور جدا ومتاكد ان معظمكم عارفينه اسمه ذا رول اوف ناينز. الرول اوف ناينز انا جايب لك ليه صوره تحت اهو وكيفيه حسابه اهي. دي الرول اوف ناينز. ليه سموه ناينز؟ تسعات 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 انصاف تسعات انصاف تسعات انصاف تسعات نص التسعه اربعه ونص. تمام؟ تسعات بمعنى ايه؟ يعني عندك مثلا الدماغ وش وقفة، الدماغ وش وقفة تسعة، الصدر وشه تسعة قفاه تسعة، البطن وشها تسعة قفاها تسعة، الرجلين كل رجل وشها تسعة قفاها تسعة، وشها تسعة قفاها تسعة، الإيدين كل إيد الوش أربعة ونص والظهر أربعة ونص يعني وش وظهر تسعة. يبقى خد بالك كل أجزاء الجسم وشها تسعة وظهرها تسعة ما عدا الدماغ بالرقبة والإيدين. كل أجزاء الجسم وشها تسعة وظهرها تسعة ما عدا الدماغ والرقبة والإيدين. الدماغ والرقبة وش وقفة تسعة والإيدين كل إيد منهم وش وقفة تسعة. ودي الرول اوف ناينز. طبعا في حتة صغيرة توتي توتي قوي هنا اللي هي البرينيوم اللي هي شاملة الجينيتال أورجن، ودي 1% بس مع نفسها، لأنك لو حسبت التسعات دي وجمعتها أبص لها طلع لك 99%. طب ال 1% راح فين؟ 1% واحد. طيب حلو جدا، يبقى انت عرفت ازاي هتقدر تكالكوليت السيرفيس اريا. ايوه، ايه لازمه ان انا احسب سيرفيس اريا؟ لا ازاي؟ ده هو ده اللي هيحدد انت هتادميت العيان ولا لا. بص كده معايا في الخانه اللي تحت، انزل من رقم 2 في المانجمنت لوين تو ادميت، هتلاقي بيقول لك ايه؟ بنادميت اي عيان حرق درجه ثانيه او درجه ثالثه بشرط ان تكون السيرفيس اريا الخاصه بالحرق 10% او اكثر. لو كان طفلا صغيرا او شيخا كبيرا، لو كان طفل صغير يعني اقل من 10 سنين، شيخ كبير اكثر من 50 سنه، يبقى الكات اوف فاليو بتاعك 10% طبعا او اكثر. طب هو لو مش طفل صغير ومش راجل كبير مش معدي ال 50 سنه، يبقى بدل ال 10 نخليها 20، بنبحبحها شويه في السيرفيس اريا. شرط الادمشن يكون 20% بادي سيرفيس اريا اف اني اذر ايج جروب. طيب
ممكن احجز عيان في اسم الحروب في وجود اني سيرفيس يعني مثلا 1%، اقول لك على حاجه 8% بس يتحجز، بس لو كانت الحته كريتيكال اريا، والكريتيكال ارياز اشهر اتنين عايزك تعرفهم الوش والعانه او الوش والجينيتاليا، الوش والبرينيوم. يعني شوف خد بالك اللي هيبقى وشه بس محروق، ليتس سي الوش ده هو اللي اتحرق 9% ما كملش ال 10%، اذا ما ينفعش يتحجز ولا لو كان عيل او شيخ ولا لو كان مش في الايدج جروب، بس لا هيتحجز برضه. عارف ليه؟ هي اقل من 10%، بس انا قايل ان اني سكند او ثيرد ديجري بير ويز اني سيرفيس اريا انفولفينج ا كريتيكال اريا اللي هي انفولفينج الوش او البرينيوم، مع ان نشوف برينيوم 1% لا لازم يتحجز. تمام؟ يبقى انت فهمت خلاص ايه لازمه حساب السيرفيس اريا وايه قيمه الرول اوف 9. كل الكيميكال والالكتريكال بيرنز لازم يتحجزوا. ليه؟ لان بيحصل منهم مضاعفات اخرى فلازم يتحط تحت الملاحظه. لان الالكتريكال بيرن اتفقنا ان ممكن يكون السيرفيس اريا بتاعه توتي توتي صغنطوطي ما كملش 1% ولا 0.5% حتى. لكن الديب تيشو انجري ممكن يكون ماتش اكستنسيف او ماتش مور اكستنسيف ذان يو ثينك. الكيميكال بيرن بيتحجز برضه علشان معظمهم بيحصل له سكندري توكسيسيتي، ان كان مثلا المدلوق عليه ده ايه الله اعلم، فبيحصل منه سكندري توكسيسيتي وبيعمل بلاوي سودا ومليله بطريقه. اذا لو تاخد بالك الفيرست ديجري بيرن ما بيتحجزش مهما كانت السيرفس اريا بتاعته. متفقين طبعا. مش واحد مثلا راح المصيف جاي لك من مارينا اصل عندي يتحجز في قسم حروق مين؟ تمام؟ طيب بعد ما حجزه يعني حجزته لازم انا اعمل ايه؟ اللي اتحجز او ما اتحجزش انت لازم تعمل له سبورتيف ميجرز لو في عنده اي مشكله. يعني ليتس سي اشهر مشكلتين بيبقوا موجودين عند الشخص بتاع البرني هو الجرح والوجع. الجرح والوجع دول اهم حاجتين تمنجهم في السبورتيف ميجرز. ده طبعا بعد الاستابلايزيشن في الاي بي سي انك بتستابلايز السيركيوليشن، يعني لو في مثلا هايبوتنشن او ما كده انت بتعلق فلويدز ماشي دي معروف. لكن انا بتكلم في السبورتيف ميجرز اللي محتاجه الوجع وال جرح. الوجع هديله اي في انالجيزك ان لازم الامر، وده غالبا انت بتحتاجه في السكند ديجري بيرن مين. في الفيرست ديجري بنكتفي بالمسكنات التوبيكال او المراهم. انا ماليش دعوه بالكلام الفارغ بتاع عياده القريه السياحيه ده، احنا بنتكلم في ايمرجنسي في قسم طوارئ يعني. فبالتالي اي في انالجيزك بندي اي في انالجيزيا، ممكن ندي اوبيويد انالجيزك زي الفنتانيل او زي المورفين او الكودايين واخواته. ووند كير بناخد بالنا كويس وبنهتم بالجرح وبنغير عليه دايما بشاش وكده وغيار. طبعا الغيار ده من ابشع الحاجات في قسم الحروق اللي بيشيلوها للامتياز. فور سكند اند ثيرد ديجري اللي هما من الاخر بيتحجزوا في الطوارئ وفي قسم الحروق اللي هو طوارئ الحروق لازم تعلق له اي في فلويدز. طبعا اسيا التركه بقى هعلق له اي في فلويدز قد ايه؟ يا عم علق له اي في فلويدز كده لغايه ما ضغطه يتظبط يا معلم، يعني ما يجيب فلويدز يعني شويه حشوه حلوين كده رش عليه كده يعني حبه كويسين. لا يا عم حبه كويسين مش حلوين، لا ده هنا اتس كريتيكال. حرق الدرجه الثانيه وحرق الدرجه الثالثه، العيان فقد جزء كبير من السكين وفقد السكين بارير فبيبدا يفقد فلويدز اكثر مما انت تتخيل. وعلشان كده حساب الاماونت اوف فلويدز فور ذا سكند اند ثيرد ديجري بيرن او في البيرن بيشنتس ان جنرال ليس هينا، ده حاجه في غايه الاهميه والخطوره. نحسبها بحاجة بفورميلا مخصوص اسمها بارك لاند فورميلا. اسمها ايه؟ بارك لاند فورميلا. بارك لاند ارض الجنينة. بارك لاند خلاص. بارك لاند فورميلا. البارك لاند فورميلا دي بتحط لك كل الجايد لاينز للاي في فلويد ثيرابي في السكند او الثيرد ديجري بيرن. بقول لك مثلا ان في السكند او الثيرد ديجري بيرن في اول 24 ساعة بنحسب كمية الفلويد التوتال عن طريق الاتي. كونستانت اللي هو 4 مضروبا في وزن العيان مضروبا في البرسنتج اوف بادي سيرفيس اريا اللي محروقه. يعني ليتس سي مثلا محروق منه 12% ووزنه 70 كيلو ب 4 في 70 في 12 دي توتال الفلويدز اللي محتاجه في اول 24 ساعه. طب التوتال ده هعلقه له مره واحده كده لوكه واحده ولا هوزعها له على 24 ساعه؟ قال لك لا بتوزعها له، بتدي له 50% منها في اول 8 ساعات والريميننج 50% على مدار ال 16 ساعه اللي فاضله، قسمهم كده بير اور.
دي الجايدلاين فور فلويد او اي في فلويدز ان بيرن بيشنت بباركلاند فورمولا، فيري امبورتنت ان انت تكون عارفها. طب وبعدين بعد ما ادينا له اي في فلويدز وحسبنا كميه الفلويدز لو كان سكند او ثيرد ديجري، غيرنا له على الجرح، علقنا له مسكن، بتحط له كمان مضاد حيوي احتياطي وبيدهن له مرهم مضاد حيوي على الجرح او على الحرق بالكامل. اشهر توبيكال انتي مايكروبيال اسمه سيلفر سلفا ديازين. السيلفر بيساعد على الهيلينج وفون، والسلفا ديازين ده مضاد حيوي برود سبيكترم انتي بايوتيك علشان تحمي من الانفكشنز، لان ريسك الانفكشنز عالي جدا في مرضى البرن، زي ما هنتكلم في الكومبليكيشنز. طب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل للناس في قسم الحروق؟ طبعا اساسي شوك، والشوك خد بالك مريض الحرق عرضة للثلاث انواع شوك مختلف: هايبوفوليميك، نيوروجينيك، سيبتك. بص معايا كده، هايبوفوليميك ليه؟ خسر بلازما كتير، ما انا قلت لك فقد السكين بارير، فبيخسر فلويدز كتير اكتر مما تتخيل. ما هو خسرت فلويدز كتير تدخل في هايبوفوليميك شوك. نيوروجينيك من الالم، من الوجع، وعلشان كده بندي اي في انالجيزيا علشان نمنع حدوث الشوك ديو تو بين، نيوروجينيك شوك. سيبتك شوك بسبب انفكشن، لان بص تاني كومبليكيشن ايه؟ بكتيريال سوبر انفكشن. في بكتيريايا بنتكلم عنها في المايكروبيولوجي في ستيب 1 رهيبه في مرضى قسم الحروق، بكتيريا منتهى الخطوره، وكل نواب اسم الحروق بيخافوا منها، السودوموناس تحديدا، السودوموناس ايروجينوزا من اشهر البكتيريا بتعمل انفكشنز وسيبسس وسيبتسيميا في مرضى الحروق. ممكن جدا الحرق يعمل حاجه اسمها كومبارتمنتال سيندروم. الكومبارتمنتال سيندروم ده هنتكلم عنه في الاورثوبيدكس، وهتفهم يعني ايه كومبارتمنتال سيندروم، ممكن يحصل ليه، او ايه اللي بيؤدي الى حدوث كومبارتمنتال سيندروم. إديما في كلوزد كومبارتمنت بالذات في اللور ليم، بس الكلام ده هنتكلم عنه اكتر في الاورثوبيدكس باذن الله. ده بالنسبه للبيرن وبالنسبه لانواعه والمانجمنت بتاعه والباركلاند فورمولا والرول اوف ناين. التوبيك اللي بعد كده لميت لك انا بقى، او لميت لك انواع العضات والقرصات المختلفه، قرصه بقى، قرصه العنكبوت، قرصه العقرب، قرصه التعبان، وقرصه النحله. بعد كده العضات بقى المختلفه، كوكتيل عضات لطيف، عضه الكلب، عضه القطه، عضه البني ادم، عضه الرودنتس زي الفار يعني، او ما كده يعني، او الهامستر والحاجات دي، كل دي رودنتس. بصراحه احسن مكان لقيتهم جمعهم الحقيقه هو الفيرست ايد، لقيته عامل لهم جدول لطيف جدا. ما قلت لكم الفيرست ايد وحش ككونتنت، لكن في شويه جداول تحفه فيه بصراحه، انا باخد منه الحلو يعني. ده اسم العضه، الخانه دي كاتب فيها اسم العضه، والخانه دي كاتب لك الموست كومن كومبليكيشن اللي بتحصل بسبب كل عضه، وبناء عليه كاتب لك الارجنت ستيب ان مانجمنت. الجدول ده اللي هي العضات والكلام ده كله وما الى ذلك از ا تو ستار توبيك، بس في بعض العضات نادر شويه انها تجي لك في الامتحان او تيجي في الاسئله، زي قرصه العقرب، والحقيقة يعني عضة الرودنس، لأن عضة الرودنس actually يعني low risk of infection و not known to carry rabies، ما بتعملش أي مشاكل يعني، فغالبا ما بيسألوش فيها. طب خلينا نمسك حاجة حاجة. عضة النحلة بي أو واسبس، هتقول لي طب البي نعرفها اللي هي النحلة، أمال إيه الواسبس دي؟ الواسب هي فصيلة من فصائل النحلة على فكرة، بس هو في ناس بتصنفها إنها حاجة كده بين النمل والنحل يعني، بس هي يعني نفس العيله يعني، اللي هم ابو دبوس وام دبوس من ورا كده، من عند هنشاه لمؤاخذة بتيجي شكاك كده تقدر، هي نفس الفكره. ايه المشكله الكبرى من قرصه النحله وما هو من فصائل النحل؟ هو ان بعض الناس عندهم حساسيه رهيبه من قرصه النحل، من البيئه والواسب، وده ممكن يدخلهم في سيفير الرجي اب تو انافيلاكسيس. طبعا الالرجي اللي ابطو انافيلاكسس ده بيبقى سببه اميونوجلوبولين اي، وسببه ماست سيل،
وسببه هيستامين. الاميونوجلوبولين اي وماست سيل وهيستامين والحدوته التفصيليه للتايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن هتذكر معانا في الكورس في موضعين رئيسيين. الموضع الاول هو البرونكيال ازمه، لان البرونكيال ازمه نفس الباثوفيزيولوجي بتاع الالرجي والانفيلاكسس. والموضع الثاني في الديرماتولوجي، واحنا بنتكلم على الانافيلاكتيك شوك والانافيلاكسس رياكشن، انها اميونوجلوبولين اي ميديتد تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. جسمك بيطلع اميونوجلوبولين اي ضد الالرجين، يبدا الاميونوجلوبولين اي يمسك على سطح الماست سيل. اول ما يمسك على سطح الماست سيل يستناك تتعرض للالرجين مره ثانيه، اول ما تتعرض له مره ثانيه يروح ماسك في الاي جي على سطح الماست سيل. فالماست سيل الكاس اللي فيها تفرقع، الكاس اللي فيها حاجات كتير من الهيستامين، والهيستامين ده هو بيميديت او هو اللي بيميديت الفازو دايلاتيشن ومعظم الاعراض التي تحدث في حاله الالرجي والانافيلاكسس، زي ان جسمك يطفح احمر وضغطك يوطى وتبروخ ممكن تقع من طولك وكلام من هذا القبيل. وعشان كده the urgent step in management of a bee bite او wasp bite انك تدي انتي هيستامينكس وستيرويدز. دي لازم كل الناس تاخدها. اي حد يجي لك استقبال طوارئ، جاب لك حد استقبال طوارئ قرصه نحله، فيرست ستيب مانجمنت انتي هيستامينكس وستيرويدز. الانتي هيستامينك بقى له اسماء عديده، دايفن هيدرامين، دايمن هيدرينات، سيتيريزين، فيناتادين، لوراتادين، فيكسوفينادين، انواع كتيره جدا، فيرست جينيريشن وسكند جينيريشن، وما اكثرهم. ستيرويدز بقى اللي هو كورتيزون واخواته، اي حاجه من عيله الكورتيزون. طيب كل الناس بتاخد انتي هيستامين وستيرويد، ولكن مش كل الناس بتاخد ادرينالين. حقنه ادرينالين انتراماسكولار او سبكوتينيوس هو اللي جاله انافيلاكسس فقط. وانافيلاكسس مينز شوك مانيفيستيشن، هايبوتنشن، رابيد ويك بالس، ديتيريوريشن في الكونشس ليفل. ذاتس ات بالنسبه لل بي اند واسب بايت. بعد كده السبايدر بايت. السبايدر بايت مشكلتها ان في بعض العناكب السامه موجوده في امريكا. اشهر نوع عنكبوت سام موجود في امريكا، وعايز تعرف اسمه، بلاك ويدو. ده اللي الامريكان كلهم بيخافوا منه، عارف، زي ما احنا كده مثلا في سوهاج او في الصعيد تحت خاف من العقارب تعابين وكده، هم هنا بره بيخافوا قوي من بلاك ويدو. ده موجود في بعض الجناين عندنا في كنتاكي، متواجد، وممكن تلاقيه موجود في جناين او في بعض الجناين. ناس لازم تنبه على ابنك مثلا انك لو شفته تجري منه، تمام، زي ما تشوف العقرب كده تطلع تجري او التعبان تطلع تجري كده. السبايدرز مين للبلاك ويدو، في انواع اخرى من العناكب بتكون سامه، لكن المصيبتين اللي ممكن يحصلوا بسبب السم بتاع العنكبوت هما نيكروزز وهايبوكالسيميا. نيكروزز في مطرح القرصة او اللدعة، وهايبوكالسيميا او الهايبوكالسيميا دي بتحصل من بلاك ويدو بقى، مميت وبيعمل كاردياك اريست. هايبوكالسيميا دي وقته كاردياك اريست. اذا طيب السبايدر بايت، عشان كده ايه الارجنت ستيب مانجمنت؟ قال لك والله انتي فينوم، بالذات الانتي بلاك ويدو فينوم موجود. الانتي فينوم بتاع البلاك ويدو ده متوفر في كل مستشفيات الطوارئ في امريكا، طبعا بخلاف السبورتيف ميجرز. لو العيان عنده هايبوكالسيميا او دخل في كومبليكيتد هايبوكالسيميا، يعني اب تو اريزميا او اريست لا قدر الله، الموضوع ممكن يتدرج يعني. طبعا بالنسبه للنيكروزز ده سهل، يعني العمليه سهله، يعني سهل يعني ان شاء الله ممكن سيرجيكال مانجمنت للووند او للنيكروزس اللي حصل. بس هو مشكله اوقات الحته النيكروتيك تبقى كبيره قوي، فتستدعي ان احنا نضطر نعمل اكسيشن، نشيل الجلد الميت بالتيشوز كده او بشويه سيفتي مارجن حواليه، ونرقع الجلد، نعمل سكين جرافتنج، لكم ان تتخيلوا ذلك. بس ده طبعا في حاله السيفير نيكروز. لو النيكروزس خفيف او بسيط، ممكن وانس ما تشيله وتطهر الجلد يهيل او الجلد يلم لوحده. فبالتالي ده بالنسبه للسبايدر بايت. اذا الاولويه للانتي فينوم والووند كير والسبورتيف ميجرز لو في اي كومبليكيشن. طيب ماذا عن قرصه العقرب او السكوربيون؟ اولدو يعني هي مش مهمه قوي، ولكن هو مشكله السكوربيون
ان السم بتاعه is neurotoxic. neurotoxic بس مش كل انواع العقارب، يعني في عقارب ما بتعملش اي نيوروتوكسيستي ولا حاجه، السم بتعملك شويه بس سخونيه كده واعياء وبعدين بيروح لحاله. لكن التركه بقى ان في بعضهم الفينوم بتاعه از نيوروتوكسيك، فتبص تلاقي حصل كرينيال نيرف ديسفانكشن، موتور نيرف ديسفانكشن، او شلل. وعايز اقول لك ممكن الشلل يصيب عضلات التنفس وقد يؤدي ذلك الى ريسبيراتوري فيلير او ريسبيراتوري كومبرومايز. طب معلش، يعني هل في انتي فينوم؟ في اي في سكوربيون سبيسيفيك، طبعا دي انتي بودي بس خلاص. في اي في سكوربيون سبيسيفيك انتي بودي عادي اللي هو انتي فينوم. طب بنسبورت العيان ازاي؟ قال لك والله بنسبورت العيان بمعنى بنشوف السيمتومز اللي عنده ايه ونعالجها. طب ايه اشهر شريحتين من السيمتومز ممكن يواجهوني في ان ريسبونس تو سكوربيون ستيمز؟ والله في ناس كتير جدا بيبقى مثلا ممكن يتشنج او يجيله تشنجات فتضطر تديله بنزودايزيبين. بنزودايزيبين اكتب فوقيها اف سيزنج لو العيان بيتشنج. انالجيزكس لو حاسس بوجع الم شديد جدا، ممكن مطرح القرصه يبقى فيه التهاب والم رهيب فممكن تديله مسكن. ساعات في ناس كتير جدا فور سام ريزن او بسبب الاوتونوميك ديسفانكشن اللي ممكن يحصل بسبب النيو النيرفس سيستم افكشن بفعل السكوربيون ستينج، يحصل انكريز شديد في الباراسيمباثيتك تون، وده على فكره ممكن يعمل برونكوسبازم رهيب لدرجه انه يعمل كرشه نفس عنيفه جدا، ريسبيراتوري ديستريس رهيب، وهايبر سلايفيشن بسبب زياده في الباراسيمباثيتك تون، فممكن تضطر تدي اتروبين ماسكارينيك انتاجونست حاجه تقفل الباراسيمباثيتك شويه. تمام، فده يعني كلمتين كده على السكوربيون ستينج من باب العلم بالشيء او الحاجات اللي ممكن تستخدمها مع عيان سكوربيون ستينج. طب اللي بعد كده تعبان بقى، التعابين المشكله طبعا في التعابين السامه، وزي ما قلت لك برده زي ما في بعبع في السبايدرز اللي هو البلاك ويدو، في بعبع برده في التعابين هنا في امريكا اسمه راتل سنيك. نفس الحاجه اجيب لكم صوره للراتل سنيك تتفرجوا عليه. اهي دي صوره للراتل سنيك وذلك التعبان المدبب الوجه. عارفين التعبان اللي دايما احنا بنعمله كده خلاص، دايما بنشبهه كده اللي هو عامل زي كف ايدك، دماغه عامله زي كف ايدك كده. عندنا احنا في مصر الحيه الكبرى عندنا في مصر هي البعبع في مصر او في ايجيبت يعني، لكن هنا في امريكا ده منتشر قوي وفي ولايات كتير يعني. يعني انت لو دخلت على جروبات او جروبات العرب بتوع في امريكا بص تلاقي في ناس كتير جدا بيقول لك اسكتوا يا جماعه لقيت جلد تعبان في الجنينه عندي النهارده. يعني جلد تعبان ده لان التعبان دايما بيغير جلده، فممكن يسيب جلده وبص تلاقي طلع جلد تاني. ما تلاقي جلد تعبان دي من مظاهر ان انت عندك تعابين في الجنينه يعني، او في الجنينه بتاع بيتك تعابين يعني، تحت الشر يعني اللهم احفظنا. وعلى فكره في ولايات او في بعض الولايات في امريكا ما بتعتبر محميه طبيعيه وممنوع لك ان تتخيل انك تصيد التعابين دي او تموتها. يعني تعايش معاهم بقى يا معلم، شوف انت هتعمل ايه بقى، احمي نفسك جوه بيتك كلك، حط ترابس وحط مش عارف ايه او حط لزقات كده بيلزقوا عليها وارميهم بعيد، لكن ما تموتهمش، ممنوع يعني. مش مشكله عندنا احنا بنجيب له البتاع اللي هو الراجل اللي بيقعد يعزف بالناي ده فالتعبان يطلع فيموت يعني. المهم يعني مش فاكر كان اسمه ايه، ولا كان ليه اسم الراجل ده، كان اسمه ايه ما علينا والله مش جاي على بالي. تمام، لو حد بقى يبقى يفكرني في الكومنتات او يقول لي في حصه الاكتيفيتي كان اسمه ايه، بس والله كان ليه اسم مشهور قوي ومهنه يعني مش منتشره قوي في الوقت الحالي، لكن اسمه والله بس مش طالع على بالي. طب المهم يعني ان الراتل سنيك ده هو اكتر حاجه بتخوف في امريكا هنا يعني، وده برضو سام فينوم بويزنينج، وعلشان كده لازم ذا فيرست ستيب مانجمنت اوف اني سنيك بايت از انتي فينوم. في انتي فينوم مشهور جدا في كوكتيل للموست كومن سنيكس اللي موجوده في امريكا بيدوه لاي حد يقرصه تعبان علشان خاطر يعني ايه نبعد عنه الخطر وناخد احتياطنا ان خلاص الفينوم مش هيعمل له اي مشاكل.
لان المشكله ان في فينومز للتعابين او الفينومز للتعابين ممكن تعمل كواجيلوباثي، ده مش مكتوب عندك في الجدول، وممكن تعمل كاردياك اريست. يعني في فينومز للتعابين كارديو توكسيك، في فينومز للتعابين بتعمل بليدنج تندنسي رهيبه. يعني انت عندك مثلا في واحد من الانتي كواجيولانتس مضادات التجلط اسمه هيرودين او الهيرودين دريفاتيف زي الليبيرودين والكلام ده كله، دول مشتقين من سم التعبان بيعملوا سيوله. ففي بعض السموم التعبين بتعمل سيوله رهيبه اب تو نزيف، نزيف ده يموت. فالكواجيولوباثي وكاردياك اريست. عجوب بيقول لك ايه؟ كيب ذا افكتد لمب بيلو ذا هارت، ابعد الافكتد لمب عن القلب. ليه؟ اصل السم بيوصل للقلب عن طريق مدى قرب الجرح من القلب. يعني يقول لك اخطر قرص التعبان اللي تبقى في الصدر في الترنك او في الدماغ، لان الدماغ اباف ذا ليفل اوف ذا هارت، تقدرش تجيبها انت بيلو ذا ليفل اوف ذا هارت، تخلي العيان ايه يعني يتشقلب. فابشع قرصتين هما اللي في الوش والنك وفي الترنك، دول وحشين خالص قريبين جدا من القلب. وممكن تساعد ان انت تحط تورنيكيه، يعني لو القرصه مثلا او لدغه التعبان هنا تحط تورنيكيه، بس من غير ما تعمل جنجرين يعني، او من غير ما تعمل اسكيميا او فاتوتش فور اسكيميا. تقول لك كومبريشن باند هيلب بات تورنيكيه ار كونترا انديكيت. يعني ايه كومبريشن باند؟ يعني اضغط على الجرح ضغط عادي خالص على الجرح، حاجه كومبريسنج كده او بريشر ولفه تكون انطى شويه على الجرح ومكمله فوق الجرح، انما مش تورنيكيه. تورنيكيه عارف اللي هي ايه؟ اللي هي حاجه بتتلف حوالين الايد، وفي انواع تورنيكيه جاهزه بتكت تقريبا البلاد سبلاي عن الليم. ده ممكن يعمل اسكيميا وبلاوي سودا ويزود التيشو دامج اصلا ويساعد الفينوم على انه ينتشر. ولهذا التورنيكيه كونترا انديكيتد، لكن الكومبريشن على الجرح والبريشر باندجز مش وحش. اوعى تشرط الجرح واوعى تشفط الجرح. اشرط واشفط، اشرط واشفط دول اشهر حاجتين كانوا بيتعملوا في لدغات التعبان في مصر او قرصات التعبان في مصر. والله يسامحها الافلام العربي اللي بوظت اخلاقنا كلنا. كل ما نشوف كده فيلم عربي، فيلم الراعي والنساء مثلا، لما اتلدغ بالتعبان فضلوا سهرانين جنبه وهو كان عرقان وكان المهم يعني، فاتلدغ بالتعبان اول حاجه عملتها تشفط وتف، تشفط وتف. وفي بعض الناس عندها يقول لك شرط واضغط علشان تطلع الدم الفاسد. اطلع الدم الفاسد ايه بس يا اخي؟ مفيش دم فاسد ولا نيله الكلام ده، بالعكس مش بنفيشال، بالعكس ممكن يكون هارمفول. اقول لك السكشن اند انسيشن ار دينجرس اند شود نوت بي دان. هتقول لي طب معلش السكشن وحش ليه؟ ده انت بتدخل بكتيريا اصلا في جنب، ما بتفتش العيان، ده رقم واحد، وبتضر انك بتدخل بكتيريا. ده الماوث از مور سيبتك زان ده انس يا راجل. اه والله انت بتدخل له كوكتيل بكتيريا من الجرح، تعمله بكتيريا سوبر انفكشن. الانسيشن مفيش اي حاجه غير انك بتعذب العيان، بتشرطه وعمال تضغط عليه. وبرده نفس الكلام، انت عمال تزود الاكستنت اوف دامج، فبتزود ريسك الانفكشن وما بتساعدوش. وبالتالي دول كونترا انديكيتد ولازم أن يتلغوا من ثقافتنا بالله عليك. انا زودت لك كده يعني زياده هي الباد بروجنوستيك فاكتورز اللي ريليتد للسنيك بايتس او الفينوم بايتس. دي الحاجه مكتوبه في كابلان بس مش مكتوبه في الفيرست ايد، ومش مكتوبين في ماستر. يعني انا قلت ازودها يعني ما تساعدتش وورلد الحقيقه. بس بيقول لك الباد بروجنوستيك فاكتورز انه عيل صغير، لان العيل البادي سيرفيس اريا بتاعه قليل، فسهل جدا ان السم يسرح في جسمه. الفيس والترانك زي ما اتفقنا لانهم قريبين من الهارت، ومعظم الفينومز ار كارديو توكسيك. لما يكون الجرح غائر اللي هو التعبان لدغك وريح في اللدغ، لو انت ما شلتش رجلك بسرعه او ما قدرتش تشيل رجلك بسرعه فالتعبان اتسل عليك شويه. يعني لعب الرياضه بعد البايت، او طبعا ده اشك يعني ان حد يعملها الحركه دي، بس دايما يقول لك ايه بعد القرصه؟ خلي القرصه تحت مستوى القلب وما تخليش عيني حرك رجله خالص. حركه الرجل ماسل كونتراكشن بتساعد على ان الدمويه تمشي في الرجل والفينس ريتيرن يرجع منها، فانت بتساعد السم انه يسرح في الجسم. الراتل سنيك بايت زي ما اتفقنا اكستريملي فيتال، وهي دي اللي كل الامريكان بيخافوا منها.
طيب عضة الكلب وعضة القطة، يمكن عضة الكلب وعضة القطة، بالذات عضة الكلب بنخاف طبعا من السعار، من الريبس، وبنخاف أيضا من التيتانوس. التيتانوس والريبس، بس التيتانوس مش حاجة حكرة على عضة الكلب أو عضة القطة. يعني التيتانوس أنا هتكلم عنه وعن الوند كير، أو إيه الجايد لاينز اللي تخليك تدي التيتانوس بروفيلاكسس ولا لا، في سيكشن الوند كير في الجراحة. وإيفن هنتكلم في سيكشن الوند كير عن البروفيلاكسس فور ريبز، إمتى تدي ريبز أنتي بودي بس، إمتى تدي ريبز أنتي بودي وريبز فاكسين، يعني وين تو جيف فاكسين بلس أنتي بودي، إمتى تدي فاكسين أونلي. مفيش حالات بندي فيها أنتي بودي بس. نفس الكلام التيتانوس، إمتى تدي حقن التيتانوس، إمتى ما تديهاش، إيه اللي يحكم إنك تديها أو ما تديهاش، العوامل يعني. كل ده هنتكلم عنه في شابتر اسمه الوند كير في الجراحة، يعني مش حاجة طوارئ. لكن مهم بالنسبة لي إنك تعرف إن كل الحالات اللي جاية لاستقبال أو طوارئ معضوضة بقطة، كلب، بني آدم، أو أيا من الثدييات. معلش فاهم يعني إيه الثدييات؟ ثدييات اللي هي بترضع، بتخلف وبترضع، حصان، جمل، واتسويفر يعني اللي انت عايزه. بس هو طبعا حصان ممكن هنا مثلا، يعني شفت في كنتاكي حصان، بس جمال ما فيش هنا في امريكا جمال خالص. هنا الجمل بالنسبه لهم كان فضائي زي التنين بالنسبه لنا احنا كمصريين كده، بنشوفه ما فيش حاجه اسمها تنين يعني. بس هو بالنسبه لهم برضو كائن مجنح كده مثل التنين. انت يعني بتقول له مثلا، طب مصر لك ياس با ايجيبت اي وانا رايد ا كامل بليز، تقول له ايه يا ابني، مفيش في مصر حاجه غير الجمل. هو في ايه يا جماعه، انتوا حصرتوا مصر كلها في كائن حي برقبه طويله اسمه الجمل؟ ده انا مصري وما شفتوش، ما روحتش نزلت السمان، ما نزلتش يعني. ما علينا، بس هم يعني يا الجمل بالنسبه لهم ده حاجه كبيره. فعضه الجمل من العضات المقرفه جدا بالمناسبه، يعني سمعت يعني ما جربتش، بس ما علينا. يعني المهم ان اي عضه من اي من الثدييات ابوس ايدك، لا تنسى ان قبل ما تفكر في التيتانوس، او قبل ما تفكر في ريبز لو سعار، قبل ما تفكر في اي حاجه، كل الريبز والتيتانوس كنا هنتكلم عنه بعدين في الوند كير. مهم جدا تعرف ان الارجنت ستيب از اموكسي كلاف، اموكسيسيلين كلافيولانيك اسيد، اموكسيسيلين كلافيولانيك اسيد، اموكسيسيلين كلافيولانيك اسيد. بالله عليك لا تنسى، علشان البكتيريا الانفكشنز، وفي بكتيريا كتير قوي ممكن تعمل انفكشنز في العضات. الخص لك برضو اسمائها. بص حضرتك كده معايا، جبت الصورة سريعا اهي، شوف الدوج بايت، بص قد ايه بكتيريا ممكن تحصل، بص الكات بايت قد ايه بكتيريا ممكن تحصل، بص الهيومن بايت قد ايه بكتيريا. ياخد عندك باستوريلا، ستريبتوكوكس، ستافيلوكوكس، نايسيريا، يا فيوزو بكتيريام، بكتيريويدس، بريفوتيلا، بروبيوني بكتيريام، كابنوسايتوفاجا، كانيمورسس. في الكاتس باستوريلا برضو، فيوزو بكتيريوم برضو، بريفوتيلا برضو، بارتونيلا هنسلي مشهورة قوي بتعمل انفكشن، هناخده في الانفكشن ديزيزز في الكات بايتس. في الهيومن بايت عندك ستريبتوكوكاي وستافيلوكوكاي وايكينيلا وفيوزو بكتيريوم وبريفوتيلا برضو. فشايف انت كوكتيل البكتيريا ده اللي بندي عشانه الابوكسي كلاب، عشان نحمي منه برود سبيكترم انتيبايوتيك. فده اول حاجه. على فكره اخطر عضه في الثلاثه من باب العلم مش هي عضه البني ادم، اكتر عضه بتبقى عرضه للانفكشن وعرضه للوند كومبليكيشنز. طيب الرودنت بقى اللي هي عضه مثلا فار او كده، بص غالبا عضه الفار لو ريسك انفكشن. حتى الفار بيقول لك صعب قوي 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 انه يتسعر، مع انه من الثدييات بس صعب. فيا دوب بنكتفي فقط باللوكال وند كير، وعلشان كده انا قلت لك مش مهم قوي. فده بالنسبه للبايتس او للانيمال بايتس او الموست كومن بايتس والستينجز اللي ممكن تقابلك في الامرجنسي. نطير سريعا الى الانفايرومنتال امرجنسي كونديشنز. يعني ايه انفايرومنتال امرجنسي كونديشنز؟ اللي هي ضربه الشمس بقى والهيت ستروك والهيت اكزوشن والكلام ده كله، وعكسها طبعا اللي هو التجمد او الهايبوثيرميا
زي مثلا لما التكييف يفصل في ولاية مينيسوتا، دي كارثة طبعا. الولاية دي في الشتاء بتوصل لناقص 7 وناقص 10، طبعا ده كوارث. في ناس ممكن تموت بهايبوثيرميا. بعد كده بقى ندخل على الغرقان وابو شوك، خلاص الشوك والدراونينج دول اخر حاجه نختم بيها، بس هي هيت ستروك وهيت اكزوشن اولا. التوبيك اللي بعد كده اذا هو الهيت ستروك اند هيت اكزوشن. الهيت ستروك والهيت اكزوشن مهم جدا تعرف الفرق ما بينهم، وبرضو هما الاثنين يعني نجمتين، ما هماش برضو ثلاث نجوم يعني. حس النهارده اللي زي ما بيقولوا كماله التوبكس المتبقيه في الامرجنسي ميديسين. طبعا التريك ان في ناس كتير جدا بتلخبط ما بين الهيت ستروك والهيت اكزوشن، انا ما رضيتش ادخل معاهم مصطلح ثالث كمان اسمه هيت كرامبس، يعني كان جايه سيرته كده على استحياء في كابلان، وممكن اجيب لك سيرته انا برضو على استحياء كده في الاخر يعني، ما فيش اي مشكله. لكن طبعا اهم حاجه الهيت ستروك والهيت اكزوشن والفرق. طب خلينا يمكن انا هتلاقيني ذكرت الهيت اكزوشن كديفرنشال دايجنوزز هنا، لكن حديثي كله سيكمن او سيكمن عن او سيكون عن الهيت ستروك. الهيت ستروك طبعا هو انت لما بتتعرض لدرجه حراره عاليه، خصوصا مثلا يوم حر بشكل رهيب، الايام اللي بتبقى حر لدرجه ان الارصاد الجويه تقول لك محدش ينزل في فتره الظهريه. مين الموضوع ده موجود في الصيف في منطقه الخليج والكويت وكده. طبعا في مصر برضو بقت في ايام حر جدا في الصيف لدرجه ان برضو الناس بتحذر ما تنزلش في الظهر وكده، لكن هو نزلتك في الظهر لما تتعرض لدرجه حراره الشمس العاليه ودرجه الحراره الحارقه بيبدا جسمك يرياكت. الهيت ريجولاتوري سنتر مطلوب منه انه يحافظ على درجه حراره جسمك 37 الكور تمبريتشر اراوند 37، فبيبدا يشغل السويتنج ككومبنسيشن وتبدا تعرق وتغرق عرق وما كلام من هذا القبيل. هاويفر سام تايمز السويتنج ما بيقدرش يادي معاك ويسعفك بالنسبه لدرجه الحراره اللي جسمك بيكتسبها، خصوصا لما تكون انت درجه الحراره رهيبه جدا، ودي بتتسمى بقى لدعه الشمس او ضربه الشمس او الهيت ستروك. فإذا الهيت ستروك is the failure of heat regulatory center إنه يكمبنسيate for the elevation of the core temperature causing hyperthermia، تبدأ درجة حرارتك تعلى. خد بالك في نوعين من الهيت ستروك، في حاجة اسمها exertional heat stroke وفي حاجة اسمها non-exertional heat stroke. الexertional heat stroke دي بتحصل أكتر شوية في المارش بتاع الجيش أو طوابير المارشيه بتاعت الجيش، يعمل لك طابور مارشيه كده تمشوا في الصحراء مثلا 50 كيلو ولا 40 كيلو ولا 30 كيلو او وات سوايفر يعني. زي بتبقى في التدريبات القاسيه في الجيش زي تدريبات الصاعقه، وانت بتبذل مجهود وماشي مشيه عسكريه ومسافه طويله، فانت بتعمل انتنس فيزيكال اكتيفيتي في هوت هيوميد ويذر. خد بالك الهيوميديتي اللي هي الرطوبه، الرطوبة الصحية تتراوح ما بين 30 لـ 50%، والرطوبة العالية تعدي 75% above 75%. أما non-exertional heat stroke دي تحصل مثلا في واحد severely ill أو واحد مسلوب الإرادة لا يستطيع أنه يخرج من المكان الحار ده أو يقعد نفسه في مكان فيه تكييف أو يخش ياخد شاور سائع أو whatsoever. طب مين الناس المسلوبة الإرادة دي؟ حد تيرمينالي إيل مثلا، أولد إيج تيرمينالي إيل وراقد في السرير وما بيقدرش يتحرك. الطفل الصغير، الطفل الصغير مش يقول لك ممكن الطفل الصغير يجي له ضربة شمس وهو مش في الشمس؟ اسمعوا عنها دي. يقول لك لو حطيته في أوضة حر وهو مش قادر يعبر عن نفسه إنه حرام بيعيط، أنت مش واخد بالك؟ ممكن جدا تكون درجة الحرارة رهيبة وعالية عليه، خصوصا إن الأطفال التولرانس بتاعتهم للهيت أقل من الكبار، فممكن يخش في ضربة شمس وحرارته تعلى ويخش في هيت ستروك. فدي اسمها نون اكزيرشنال، اللي هو حد ما بيبذلش مجهود، بل وبالعكس ده قعيد لا يستطيع انه يترك المكان الحر ابو رطوبه عاليه ده ويروح مكان تاني مثلا مكيف او في تكييف او
ياخد شاور ساقع whatsoever. شو بيقولك in patients with chronic conditions خصوصا the disabling conditions existing in hot humid closed environment with impaired heat regulation. خصوصا خد بالك ان في بعض الناس اللي عندهم chronic conditions ممكن لو chronic medical condition ممكن يكون ماشي على دواء من side effects بتاعته hyperthermia. example اخدنا ايه في section التوكسيكولوجي لو فاكرين الانتيسايكوتكس. الانتيسايكوتكس ممكن تعمل hyperthermia و poor heat tolerance فدي ممكن تكون side effects ل some medications as well. طب عيان الهيت ستروك او بيشتكي من ايه؟ حرارته بتعلى وعلى فكره خد بالك بتعلى فحت ممكن تعدي ال 40 فدي في خطوره طبعا على حياته. اه في ناس بتموت من ضربه الشمس. آه طبعا المشكله ان انت لما بتتعرض لحراره عاليه الهيت ريجيوليتوري سنتر بيبدا يعمل بريفرال فازو دايلاتيشن والبريفرال فازو دايلاتيشن ده اللي بيخليك تعرق جلدك يبدا يفقد عرق علشان العرق ده لما يتبخر ياخد حراره من جسمك ويطلع. الفازو دايلاتيشن ده لو سيفير قوي ممكن يعمل هايبوتنشن. طبعا الهايبوتنشن خش في شوك تاكيكارديا رابيد ويك بالز والتاكيبنيا والموضوع اللي بقى في الاخر بولتر ديمنتال ستيتس وكوما وديث ده لو لم يتم التعامل مع الامر سريعا. هتعامل مع الامر سريعا ازاي؟ هتشوف اهو في الالجوريثم التفصيلي لعلاج الهيت ستروك والهيت اكزوشن. بس خليني اول افهمك يعني ايه هيت اكزوشن. لا هيت اكزوشن مشكله العيان الحقيقيه ليست في ان درجه حرارته عاليه، يعني هو بيبقى عنده هايبرثيرميا برضه بس مش معديه ال 40، يعني هي سخن بس مش سخونيه رهيبه لدرجه انها غط او تخطت حاجز ال 40 او حتى ال 39. لكن مشكله عيان الهيت اكزوشن الحقيقيه هو انه ما بي ريبليسش. يعني ايه ما بي ريبليسش؟ يعني ايه بالعربي؟ هي داز نوت ريبليس ذا لوست فلويدز اند ذا لوست الكترولايتس في العرق. هو بيعرق بكثافه وما بيشربش ميه، ما بيشربش سوائل اللي هو فيه كده حاجه اسمها الكترولايت سوليوشن بتشوفوا لعيبه التنس بيشربوا كده في البريك الكترولايت سوليوشن عشان ما يجيلوش هيت اكزوستشن، عشان ما يخش هيت اكزوستشن. فبالتالي الالكترولايت سوليوشن او الووتر ده ما بيشربوش الووتر والالكترولايتس فمش بيريبليس العرق، فبدا يعاني من نقص الالكترولايتس والجفاف الذي يحدث بسبب العرق قبل ان يعاني من مشكله في الهيت ريجوليتوري سنتر تو كنترول وهايبرثيرميا. اذا قبل معاناته من الهايبرثيرميا عانى من الكترولايت امبالانس وديهايدريشن ووتر ديبليشن او ان اديكيت سولت اند ووتر ريبليشن ديورينج اكسرسايز. العيان بيبقى هايبرثيرميك اه بس مش مشكلته في الهايبرثيرميا، هو مشكلته في الديهايدريشن والالكترولايت امبالانس. طبعا الالكترولايت امبالانس مين اللي بيأثر على العضلات؟ اذا كان قلب او سكيليتال ماسلز. سكيليتال ماسلز ده بيزود ريسك كرامبس وهي دي اللي بتتسمى هيت كرامبس بالمناسبه يعني. والكاردياك ممكن يحصل اريثميا اب تو فيتال اريثميا لو الالكترولايت امبالانس كان سيفير انف. هنا بقى مفيش اولتر دمنتال ستيتس، مفيش سي ان اس مانيفيستيشنز، لان المشكله مش في الهايبرثيرميا. الهايبرثيرميا لسه ما وصلتش انها تبقى سيفير انف لدرجه انها تعمل له هايبوتنشن او تاكيكارديا او تاكيبنيا او اولتر منتال ستيتس، بالذات سي ان اس سيمبتومز نوت سيفير انف تو كوز سي ان اس سيمبتومز. وعلاج الهيت اكزوشن سيمبلي انك تهايدريت وتدي الكترولايت سوليوشن. انا يبقى زي الفل، مفيش اي حاجه خالص. مش بقى مش مهم تعمل له كمادات وتسقعه والكلام ده، هو مش مشكلته في الهايبرثيرميا اساسا. فهو لما تبص عندك انت كده في الالجوريثم بتاع علاج الهيت ريليتد ايلنس او الهيت ريليتد ديزيزز او بيقول لك ايه، بتسال نفسك الاول هل المريض بتاعك عنده سي ان اس انفولفمنت او سي ان اس مانيفيستيشنز زي اتاكسيا كوما كونفيوجن اريتابيليتي سيجرز، يس ولا نو؟ لو يس بقيت شاكك في هيت ستروك اكتر، لو نو بقيت شاكك في هيت اكزوستشن اكتر. طب هو سؤال، لو هيت ستروك بنعمل ايه ولو هيت اكزوستشن بنعمل ايه؟ لو هيت اكزوستشن بسيطه خالص، هايدريت وريموف.
شيله من المكان الحر اللي هو كان فيه ده علشان ما يخشش في هيت ستروك اون توب اوف ذا هيت اكزوشن، يديله بس سوائل هيدريت ويحبس مش بميه، ميه والكترولايت سوليوشن، في حاجه كده جاهزه اسمها ووتر اند الكترولايت سوليوشن، زي ما قلت لك اللي بيشربوها تحديدا لعيبه التنس كده في الفواصل اللي بين الاشواط يعني. وبعد كده شوفوا بيتحسن ولا لا. المفروض العيان يتحسن وانس ما تديله ميه والكترولايت سوليوشن خلال 20 30 دقيقه. لو عدى 20 30 دقيقه اتحسن خلاص، بس تبدا بقى تعلمه بقى بيشنت ايديوكيشن ريجاردنج بريفنشن اوف هيت ريليتد ايلنس. ابدا فهمه بقى يا باشا انت راجل رياضي وبتجري، اه ماشي بتجري وبتحاول تتمرن في الظروف القاسيه وفي الحر ومش عارف ايه، بس لازم أن يبقى معاك دايما ازازه الووتر والالكترولايت لان اللي حصل لك ده كان سبب بلا 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 كده يعني. تروحوا بعد كده. اما لو لم يتحسن خلال 20 30 دقيقه ابدا شك انه يكون عنده اكومبوننت اوف ان ايرلي هيت ستروك، فابدا اخش في مانجمنت الهيت ستروك الجوريثم. طب افرض من البدايه هو اصلا عنده سي ان اس انفولفمنت، ده معناته ان في هيت ستروك. في الهيت ستروك هنا بنعمل اي بي سي الاول، الوي بريذنج سيركيوليشن، ونكلم الاسعاف، ولازم نشيل المريض من المكان اللي فيه حراره ونبدا معاه الكولينج، تبدا كمادات تبرده. طب معلش هو او برده ازاي؟ باي طريقه ممكنه، فوط عليها سقف، فوط عليها ميه ساقعه تمام، اديله دش ميه ساقعه كده او رش عليه ميه ساقعه، لا اي طريقه للكولينج لغايه ما الميديكال فاسيلتي تيجي. طب في الميديكال فاسيلتي يعملوا ايه؟ هيفضلوا مكملين معاه كولينج لغايه ما الكور تمبريتشر بتاعته تنزل ل 38، ما ينفعش خلوها تنزل لنورمال على طول كده مره واحده، لازم اي حاجه تتم في الجسم بالتدريج. بنعمل لاب تيستس كده علشان نطمن ان ما فيش اي حاجه كوموربيديتي، ونتاكد ان الكليه ما اتاذتش. من ضمن اللاب تيستس بنعمل رينال فانكشن وليفر فانكشن وكده. وبعد كده بقى خلاص بنحذر المريض ان هو ما يتعرضش الموضوع ده تاني، ما يحطش نفسه في الظروف دي تاني، وبلا بلا بلا والكلام ده كله، غالبا بيخف وراه تمام. فده بالنسبه للمانجمنت اوف هيت ستروك اند هيت اكزوشن والفرق بينهم. الهيت كرامبس هي المسل كرامبس او السكيليتال مسل كرامبس اللي بتحصل بسبب الدي هايدريشن والالكترولايت امبالانس الذي قد يحدث في حالات الهيت اكزوشن، هو ده اسمه هيت كرامبس. الهيت كرامبس يا جماعه مرحله مبكره جدا، لان السكيليتال مسلز بتبدا تعاني قبل الكاردياك مسلز. وفي رياضيين كتير لما يلاقي عضلاته بتنعي حاليا وعنده مسل كرامب يبدا يقول ايه ده انا شكلي محتاج اشرب ميه او محتاج اشرب مشروب الكترولايتس يعني. استنتج ده من ان عضلاته بدات تشتكي. على فكره اللي عنده هيت كرامبس جاست بيريح وبيشرب سوائل وبياخد بس لوكال انالجيزيك كده، وبندهن له انالجيزيك على العضله مع علاج طبيعي، العضله بتبقى كويسه ان شاء الله وبتخف. وممكن الكرامب على فكره ممكن اللعيب الكوره بعد الكرامب ينزل الملعب عادي تاني. وممكن لو الكرامب ادى الى تمزق لا ما بينزلش وبيغير، ده لعيب الكوره انا بتكلم يعني. بس مش هتكلم طبعا على الهيت كرامبس بالتفصيل، كفايه عليا اللي انا قلته عليها شفهيا كده وخلاص. نتحدث بعد ذلك عن الاذر هيت ديس اوردر اللي هو الهايبوثيرميا، عكس طبعا الهيت اكزوشن والهيت ستروك. ده جدول الكلينيكال فيتشرز اوف هايبوثيرميا بالعلاج بتاعها الحقيقه. الهايبوثيرميا طبعا هو عكس الهايبرثيرميا، واشهر اكزامبل بالهايبوثيرميا تايتانيك. تايتانيك يعني واحد مثلا او ناس غرقت، السفينه غرقت وفضلوا سبمرجد ان ايس ووتر او اكستريملي كولد ووتر فور ا لونج تايم. جسمك نفس الكلام، الهيت ريجولاتوري سنتر مطالب انه يحافظ على درجة حرارة جسمك 37. طب يبقى الهيت ريجولاتوري سنتر يرياكت بانك ترجف تترعش. الرعشة دي او الركفة دي هدفها ان المسل كونتراكشن بشكل سريع يحدث، فده يطلع حرارة فجسمك يدفى. طبعا مع الوقت الشيفرنج ميكانيزم ممكن يفشل في الكنترول اوف ذا تمبريتشر وتبدا درجة الحرارة تبطى كام يعني. مايلد مودريت سيفير، مايلد هايبوثيرميا، مودريت هايبوثيرميا، سيفير هايبوثيرميا،
وقبل ما اتكلم على الدرجات عايز افكركم في المحاضره اللي فاتت بتاعه التوكسيكولوجي او في الاسبوع اللي فات بتاع التوكسيكولوجي اخذنا انتي سايكوتيك دراج بيزود ريسك الهايبوثيرميا لو فاكرين. الانتي سايكوتيك دراج اللي كان بيزود ريسك الهايبوثيرميا اسمه فلو فينازين صح؟ لما قلنا فلو لو تمبريتشر لانه بيألتر او بيوقف الرعش او الرعشه والرجفه الشيفرنج ميكانيزم which is the main defense mechanism against هايبوثيرميا. المايلد هايبوثيرميا ان درجه الحراره نزلت من 32 35 المودريت يعني 28 32 السيفير يعني اقل من 28 السيفير دي بيموت الشخص كوما كارديو فاسكولار كولابس وفنتريكولار اريزميا فيتاك في اف وكده وطبعا الضغط بيوطى والنبض بيروح وارست واريفلكسيا كمان وسيجنيفيكانت اسيدوزز رهيبه من كتر ما العضلات قعدت تترعش فتره طويله بتبدا تطلع لاكتيك اسيد وتعمل سيفير اسيدوزز وبرده بسبب السيفير تيشو هايبو بيرفيوجن او نقص البيرفيوجن للتيشوز فالانسجه كلها بتشفتت لانيروبيك طبعا فالحكايه بتقلب باسيدوزز رهيبه طبعا دي انكومباتبل ويز لايف السيفير هايبوثيرميا. المودريت هايبوثيرميا خد بالك مايلد هايبوثيرميا عفوا هي اللي العيان بيبقى بيرجف فيها بعنف هي دي اللي جسم العيان لسه بيقاوم انكريس شيفرنج وشفته كده جاك وهو بيكلم روز قبل ما يتجمد ويموت كان ايه عارف انت اللي هو قاعد يقول لها نيفر جيف كنت صعبان عليا قوي المشهد ده مشهد كان رومانسي جدا بس شفته يا جماعه في الاخر اوعى تثق في واحده ست في الاخر سابته في الميه رميته في الميه اه والله الراجل نزل في اعماق المحيط وقعدت هي بالخشبه لغايه ما اوعى المهم يعني anyway increase shivering increase shivering هو بيبقى فيه نوع من انواع التلعثم كده في الكلام نوع من انواع الديسارثريا طبعا اتاكسيا يعني بالتاكيد ده لو انت قادر توصل طولك او لو وقفتك في اللحظه دي هتتطوح برضه بيبقى فيه تاكي كارديا وتاكيبنيا شفتوا انتوا بصراحه بمثله طبيا صح جدا تاكي كارديا وتاكيبنيا ده بسبب الانكريس في السيمباثاتيك تون علشان الجسم في حاله طوارئ وانا زودت هنا كونفيوجن برضه ان ممكن يحصل كونفيوجن كسي ان اس مانيفيستيشن في تلك المرحله يعني. الكونفيوجن هنا بيقلب بقى بسي ان اس ديبريشن وتبدا مرحله الكوما في المودريت هايبوثيرميا اهو التاكي تقلب ببرادي شوف بعد ما جسمك كان بيقاوم بتاكي كارديا وانكريس في سيمبسيكتون بدا يستسلم قلب ببرادي ده ليه يا جماعه بدات السنترز في السي ان اس يحصل لها سبريشن الفازو موتور سنتر والكاردياك والسنترز اللي بتريجوليت السيركيوليشن هو فازو موتور سنتر وكده والريسبيراتوري سنتر بدا كلهم يحصل لهم سبريشن فشوف ده برادي كارديا برادبنيا بقى او هايبو فنتيليشن حتى رعشه العيان بتقل انه بدا يستسلم خلاص جسمه بدا يهزل او يفشل ويستسلم للموت ده اللي بيعمل ماركت سي ان اس ديبريشن وهايبوتنشن طبعا بعد الموضوع في السيفير بيقلب بكوما وكولابس وفي تاك في اف مع اريفلكسيا طبعا وسيفير اسيدوزيس. طب العلاج ايه؟ والله في جنرال تريتمنت وفي سبيشال تريتمنت. والله هو الجنرال تريتمنت بيقول ايه يعني اللي هو هل العيان كوماتوزد ولا مش كوماتوزد؟ لو العيان جاي لك كوماتوزد يبقى الاولويه انك تحطه على فينت تحطه على فنتليتور اندوتراكيال انتيوبيشن وفينت فنتليتور يعني. وبرده الحاجه العامه اللي لازم تعرفها ان كل العيانين هندفيهم لازما هندفي ولكن ميكانيزم التدفئه ايه؟ What is the mechanism of warming؟ شو بيقول لك ايه يعني لو مثلا العيان ضغطه واطي شوف العيان كوماتوزد ولا لا ده اير واي وبريذنج اي بي صح اي بي اير واي بريذنج لو العيان كوماتوزد مفيش اير واي ولا في او في اير واي كويس بس مفيش بريذنج فانت لازم تفنتله وتتيبه طب سيركيوليشن بقى اخبار ضغطه ايه واطي ولا ما وطيش ضغطه واطي لو واطي علق له فلويدز بس بالمره بقى لو هتعلق له فلويدز علقها له دافيه بنعلق له وورمد كريستالويد سوليوشن
ورمد لدرجه حراره 42، ومحطوط في ووتر باث كده 42 درجه حرارته دافيه كده، بندخل له سوائل دافيه في جسمه عشان منها بندفيه ومنها بنسبورت الهايبوتنشن اللي عنده. طب ده الجنرال في كل الناس. طب وبعدين بقى السبيشال. السبيشال اللي هو ايه؟ سبيشال وورمنج. تكنيك الوورمنج اللي هتتبعه مع العيان اللي عنده هايبوثيرميا هيبقى على حسب درجه الهايبوثيرميا اللي عند العيان، هل هي مايلد هايبوثيرميا ولا مودريت هايبوثيرميا ولا سيفير هايبوثيرميا. في نوعين من الري وورمنج تكنيكس ممكن نستخدم، في حاجه اسمها اكسترنال وورمنج وحاجه ثانيه اسمها انترنال وورمنج. والاكسترنال وورمنج في منه نوعين، باسيف اكسترنال وورمنج واكتيف اكسترنال وورمنج. انما الانترنال وورمنج هو اكتيف، ما فيش فيه باسيف يعني. طب الباسيف اكسترنال وورمنج هنستخدمه في المايلد هايبوثيرميا، الاكتيف اكسترنال وورمنج هنستخدمه في المودريت هايبوثيرميا. يعني ايه بقى باسيف اكسترنال وورمنج؟ شيل هدومه المبلوله وشيله من المايه المتلجه ولفه في دفايات وبطاطين، ده الباسيف وورمنج. انت ما بتعملش حاجه في البطاطين، بتلفه في بطاطين ناشفه عادي، انت كانك بتشيله من البيئه الهايبوثيرميك الى بيئه دافيه بس، ده في المايلد هايبوثيرميا مش محتاج منك اكتر من كده. لكن مريض المودريت هايبوثيرميا بقى بنلجا للاكتيف اكسترنال وورمنج. بمعنى ايه؟ لا هنشيله برضو من البيئه الهايبوثيرميك ونحطه في بيئه هايبوثيرميك، نلفه يعني في بطاطين وكده؟ لا، انت هتلفه في بطاطين مبلوله ميه دافيه، بطاطين دافيه وورم بلانكتس، هي مش تبقى مبلوله، عارف انت الفوطه السخنه بتاعت الحلاق، هي نفس الفكره كده بس بطانيه سخنه بدل فوطه سخنه. حط له برضه فوطه سخنه على وشه ونيمه على مخده سخنه وفوطه سخنه وبطانيه سخنه، وممكن تدي له حمام دافي، حمام بميه دافيه. انت كده كانك ايه؟ دفيت الميه حواليه، دفيت البيئه اللي حواليه، فده اسمه اكتيف اكسترنال وورمنج. طب السيفير بقى هايبوثيرميا، السيفير هايبوثيرميا لا، بنعمل بقى اكتيف انترنال وورمنج اللي هو احنا بندخل له سوائل دافيه جوه جسمه، بنشطفه بسوائل دافيه. عم بنشطفه ازاي؟ بنشطف بص وورمد بلورال اريجيشن، وورمد بروتونيال اريجيشن، تخيل بنشطف السيروس ممبرينز بتاعته بدش دافي في بلورا والبروتونيال السيروس ممبرين. ليها تكنيك طبعا يعني، بالبروتونيال بالذات بيعملوه كانه عارف غسيل، الغسيل البروتونيال، غسيل الكلوي اللي كانوا بيعملوه بالبروتونيال اللي هو الغسيل القديم بطريقه كلاسيكيه، هي نفس الكلام بس بيدخلوا حاجه ورم ويطلعوها، بيدخلوا حاجه ورم ويطلعوها. نفس الكلام الرئه، ادخل فيها ميه يعني دافي؟ لا، اكسجين دافي، هواء دافي، ورمد هيوميديفايد اوكسجين، واخد بالك؟ طيب حلو خالص. تيك كير بس في شويه نوتة بينات انا حاططها على جنب، ودي طبعا منقوله من اكسبلانيشنز اليور للباب العلمي مش يعني. الورمنج ريت لازما يكون الهدف منه انك تعلي درجه الحراره ما بين درجه لدرجتين في الساعه، ما تعليش درجه الحراره بسرعه، ما تولعش فيه، ما تحطوش على سيخ الشاورما يعني، تمام؟ خد بالك انك في الاول ممكن تحبط وانت بتعالج، يعني الريت اوف تمبريتشر رايز في الاول ممكن تبقى فيري سلو. ليه؟ لان انت لما بتدفيه في الاول، اول ما بيبدا يدفى اول حاجه بتتعرض لدفى ايديه ورجله اللي هم اصلا بيبقوا مع الكومبنساتوري ميكانيزم في الهايبوثيرمي بيبقوا فازو كونستريكتد، تمام؟ فبيبقوا ساعين جدا، فاول حاجه بتعملها اول ما تدفي العين دول بيرجعوا يدايلتوا تاني ويسرح فيهم الدم يسقع ويرجع منهم للايه؟ للبادي. فالريت اوف تمبريتشرايز ماي بي سلو ات فيرست بيكوز اوف ذا ريتيرن اوف كولد بلاد فروم اكستريملي كولد اكستريميتيز. خد بالك ساعات لو الورمنج والاي في فلويدز والحاجات دي مش اناف او مش كفايه، ممكن تضطر تدي بوزيتيف او بوزيتيف اينوتروب زي الدوبامين او الدوبيوتامين
علشان تسبورت الهارت ما يخشش منك العام في الريست، لانه لو الريست هتم سي بي ار طبعا. Once the patient is eothermic and stable او once ما العيان بقى خلاص eothermic وبقى stable وكله تمام، ممكن بقى تشفتت له على oral fluids بقى oral nutrition عادي ده بعد ما خلص. تمام؟ ده بالنسبة يعني لشوية التحابيش اللي لقيتها زايدة في explanation اللي ورلد اللي في حالة الهايبوثيرميا. That's it for the heat disorders او الانفيرومنتال ديسوردرز. الهيت ديسوردر فاضل لي بس الغريق الغرقان، وبعد كده هتكلم على انواع الشوك المختلفه لان مفيش مناسبه تاني نتكلم فيها على انواع الشوك. يعني هنحط رشه بشويه تفاصيل كده على انواع الشوك والمانجمنت بتاع اتش تايب. نطير سريعا الى الدراونينج والشوك. الدراونينج الحقيقة مش هديله غير جاست نجمة واحدة، ما هوش توبيك في غاية الأهمية نهائي. يعني حتى هو أنا آسف أنا كتبه فقط علشان ذكر في كابلان إيمرجنس، ولكن ما جاش عليه أي سؤال، ما شفتش عليه أي أسئلة في أي من بنوك الأسئلة، يعني لا سيما نيو وورلد طبعا. لكن أهو يعني حاجة وهنعدي عليها قراية وخلاص. طبعا دراونينج هو ديث ديو تو سبميرشن ان ووتر خلال 24 ساعه. يعني في نوعين طبعا من الميه، ان الشخص يكون غرق في ميه عذبه او غرق في ميه مالحه. دي تفرق طبعا لان بتفرق في الاوزمولاريتي او التونيسيتي بتاعه الميه. الميه المالحه بتبقى هايبرتونيك يعني مليانه ملح، ف بتشد ميه بالاوزموزس، تشفط ميه بالاوزموزس. فلما تدخل في الهواء او لما تدخل في مجرى الهواء وتملى الالفيولس كده الميه المالحه بتيجي عامله ايه؟ لا دي هتشد ميه من الدم باي اوسموزز وتغرق الرئه ميه، تغرق تيشو الرئه ميه، فتعمل هايبوفوليميا لانك شدد ميه من السيستميك سيركيوليشن وتملى الرئه وتغرق الرئه ميه. دي اسمها بالمونري اديما، فبيحصل هايبوفوليميا اند بالمونري اديما. في حين ان لو كانت فريش ووتر، الفريش ووتر بقى هايبوتونيك، فركز كده معايا. لو هي هايبوتونيك يعني ملحها قليل، يعني معناها ان الميه هي اللي هتمشي من الالفيولس وتملى او تخش وتملى يور سيستميك سيركيوليشن. ولما السيستميك سيركيوليشن بتاعك او البريفرال بلاد بتاعك يتملي ميه كتير، التونيسيتي او الاوزموتيك بريشر بتاع السيستميك سيركيوليشن بتاعك هيوطى، فده طبعا هيخلي الميه تبدا تخش جوه خلايا جسمك وتنشع على التيشوز، تطلع من السيستميك سيركيوليشن على التيشوز فتغرق التيشوز كلها ميه، يحصل ايديما افري وير. والار بي سيز خلايا الدم اللي ماشيه في السيركيوليشن هيخش جوه الميه فتتنفخ وتفرقع فيحصل هيموليسيس. فهو في الفريش ووتر بيحصل دامجنج اولا لللنج سيرفكتنت، وده ممكن يعمل بالمونري كولابس، لان انتوا عارفين ان السيرفكتنت بيقلل السيرفس تنشن، ولما يقلل السيرفس تنشن بيمنع ان الرئه كولابس. والكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل في شابتر الشيست في البطنه او البالمونولوجي في الانترنال ميديسن، وكذلك في الاطفال هنتكلم على الريسبيراتوري ديستريس سندروم ان شاء الله. لكن لو بوظت انت اللنج سيرفكتنت اللي مبطن الالفيولاي ده هيخلي الالفيولس يكولابس. وطبعا زي ما قلنا هو سيستميك هايبرفوليميا من كتر ما انت مرميت فلويدز كتير في السيركيوليشن، وده طبعا هيعمل هيموليسيس وهيمو دايليوشن اب تو تيشو ايديما، برين ايديما بقى وليفر ايديما ورينال ايديما، كل حته في الجسم هتنفخ وتتملي ميه. طبعا الانعكاس على ذلك بيكون على هيئه ايه؟ ممكن العيان يجي لك في احد الدرجات بتاعه الغرق كوما، طبعا كوما وبيبقى سايانوزد عشان الرئه بقت مليانه ميه ما عادش فيها اكسجين، بيكح طبعا كحه جامده جدا، والكحه بتجيب بتطلع ميه يجيب ميه كتير. اجيتيشن ممكن يبقى اجيتيتد، ممكن يتشنج. طبعا اجيتيشن وتاكيكارديا وتاكيبنيا ده بسبب انكريس سمباثيتك تون، رفع حاله الطوارئ. ممكن يجي لك ميت غرق خلاص اوريدي مات. طبعا المانجمنت اي عيان بيموت او بيغرق هو ان انت اول حاجه تشيله من الميه طبعا هزار يعني، ده قبل طبعا الاي بي سي. طبعا اي بي سي وبنتشيك البالس، علشان لو مفيش بالس بنبدا سي بي ار. اذا مش كل اللي طالعين من الميه بنعمل لهم سي بي ار، عشان الله يبارك لك في افلام برضو مضيعه سمعتنا بان بتطلع اول ما يطلع العيان من الميه. لازم تكون بطله، لازم تكون حلوه، انتوا فاهمين ليه؟ مخرج بقى بيرمي على حاجات
مهم يعني anyway. لكن مش اي حد خالص غرقان او طالع من مرض نعمل له سي بي ار او تشست كومبريشن، ده في حاله ان انا ما فيش نبض، لازم الاول اسس البلس، ما لقيتش بلس اعمل سي بي ار، ما لقيت في بلس مش محتاج العيان اي نوع من انواع السي بي ار تمام. طبعا الاير واي والبريدنج والسيركيوليشن هنا از فيري امبورتنت، بالذات الاير واي انك تتاكد ان مجرى الهواء سالك، ممكن الطحالب او اي حاجه من دي تبقى داخله وسد مجرى الهواء او عامله مشكله في التنفس. طبعا بالانتيوبيت وبالفنتليت ده وانس ما يوصل لقسم الطوارئ بقى، وبنمونيتور على مدار 24 ساعه نتاكد انه مش هيخش في اي نوع من انواع الكومبليكيشنز، سيما مكان غرقان في فريش ووتر او في سولت ووتر. مش عايز اقف كتير قوي قدام الدراوننج يعني اقروه، مش هتلاقوا عليه اسئله كتير قوي، لكن ندخل بقى في سيكشن الى حد ما هام بعض الشيء، وهو سيكشن الشوك. عايز اقول بس ان الشوك مش بس بتسيل ايمرجنسي، ساعات بتسيل كارديولوجي، لان هي تعتبر one of the emergency cardiological conditions يعني الى حد ما، وفي منها بتسيل نيورو اللي هو نيوروجينيك شوك او whatsoever يعني. بص في انواع كتير للشوك، لكن هم اشهر انواع شوك كلنا عارفينها هايبوفوليميك وكارديوجينيك وسيبتيك ونيوروجينيك، دول الاشهر يعني اللي معظمنا عارف، هايبوفوليميك اهو، كارديوجينيك و سيبتك اللي هي ديسربتيف سيبتك اللي هي ابتو انافيلاكسس يعني انافيلاكتيك شوك يعني، ونيوروجينيك شوك. لكن بقى مثلا في حاجتين كده، في حاجه اسمها اوبستراكتيف شوك، في ناس بصراحه بتفصلها وفي ناس بتعتبرها نوع من انواع الكارديوجينيك مثلا، لان مثلا اوبستراكتيف شوك ممكن تحصل بسبب كاردياك تامبونات مثلا، كاردياك تامبونات ممكن تتصنف على انها كارديوجينيك وخلاص. بس بصراحة يعني في حاجة اسمها obstructive shock، وفي حاجة برضو اسمها SIRS S-I-R-S اللي هو systemic inflammatory response syndrome، systemic inflammatory response syndrome. تعالوا نمسك واحدة واحدة. الهايبوفوليميك انا هنا طبعا هكلمك على ايه، على causes of the hypovolemic shock. طبعا الهايبوفوليميك shock ممكن تحصل بسبب ايه؟ والله whatsoever، انت نزفت دم كتير او خسرت فلويدز كتير. نزفت دم كتير ده ممكن يكون نزيف داخلي او نزيف خارجي اللي هي تروما وبلاد لوس، وممكن في حاجه اسمها ثيرد سبيسنج. ثيرد سبيسنج يعني نزيف داخلي انترابريتونيال هيموريدج، انترابلورال هيموريدج او انترنال هيموريدج يعني، او خسرت او خسرت زي ما بيقولوا فلويدز كتير، زي مثلا dehydration with inadequate fluid repletion، دي ريبليشن خلاص، dehydration with inadequate fluid repletion، او البرن اللي هو اللي عنده حر. اما الكارديوجينيك بتبقى السبب الرئيسي ان المضخه مش شغاله. صحيح انا نسيت اقول لكم what is the definition of shock. definition of shock means decreased tissue perfusion، اللي لو ما لحقتوش التيشوز هتفشل ويحصل مالتي اورجان فيلير والعيان يموت منها. الهايبوفوليميك ده سببه ان كميه السوائل اللي في المواسير والدم قلت. لما الكارديوجينيك لا، كميه الميه والدم في المواسير سليمه، لكن المضخه هي اللي باظت، اللي بتضخ الدم، القلب هو اللي باظ. وده ممكن يكون سببه اي سيفير كاردياك كونديشن طبعا، زي كونجستيف هارت فيلير، سيفير اريزميا، structural heart disease زي مثلا mitral regurg او ventricular septal defect، myocardial infarction مثلا ضربت اكتر من 40% من left ventricle مثلا، او hitting more than 40% of the left ventricular function، كل ده يعمل cardiogenic shock. طيب انما ال obstructive shock ده معناه ان في حاجه طبقه على نفس عضو حيوي من اعضاء الجسم، عضو دوري حيوي، في عضوين دوريين حيويين في الجسم بخلاف رئيس الجمهوريه البرين يعني. الاثنين اعضاء الدوريين والرئيسيين والحيويين في جسمهم القلب والرئتين. قلب يضخ دم رئتين، رئتين تعبيه اكسجين، تعبي الدم اكسجين ترجعه القلب تاني، يروح القلب ضخه للجسم. دول اهم عضوين في الجهاز الدوري، القلب والرئتين. فلو في حاجه طبقه على نفس القلب او طبقه على نفس الرئتين ممكن برضو تعمل شوك. ايه اللي يطبع على نفس القلب؟ البريكارديا. طب ايه اللي يطبق على نفس البلورا؟ قصدي ايه اللي يطبق على نفس الرئه؟ البلورا، زي كاردياك تامبوناد او تنشن نيموثوراكس.
او حته كبيره من اللنج ماتت، بالمونري امبوليزم، ماسيف بالمونري امبوليزم، كل ده ممكن يعمل شوك. اه نوع الشوك تسمى اوبستراكتيف شوك. طب جميل. الديستريبيوتيف شوك او السيبتيك او الانافيلاكتيك شوك. طبعا الانافيلاكتيك شوك هي سيبتيك شوك، او زي ما بيقولوا كده، سوري عفوا، نفس ميكانيزم السيبتيك شوك بس تحصل بسبب علاجي. اصل بص، ايه العامل المشترك ما بين اليرجيك شوك اللي هي انافيلاكتيك شوك وسيبتيك شوك؟ ان كلاهما بيحصل فيه سيفير ايه؟ بريفرال فازو دايلاتيشن. بس الفرق ان البريفرال فازو دايلاتيشن في السيبتيك شوك حصل بسبب انفكشن، والانفكشن عمل تريجرنج للاميون ريسبونس بشكل زايد عن حده، فالتريجرنج اوف ذا اميون ريسبونس بشكل زايد عن حده طلع انفلاماتوري سايتوكاينز رهيبه من خلايا المناعه، فالانفلاماتوري سايتوكاينز دي بتعمل فازو دايلاتيشن، فحصل ديفيوز بريفرال فازو دايلاتيشن ويتش ليد تو هايبوتنشن. انما في الانافيلاكسس او الالرجي الميكانيزم مختلف شويه، ان لا الحكايه بتبقى حاجه انت عندك حساسيه منها، والحاجه اللي انت عندك حساسيه منها طلعت الميموجلوبين اي، الميموجلوبين اي ثبت نفسه على سطح الماست سيل، فثبت نفسه على سطح الماست سيل راح ماسك فيه الالرجي مره ثانيه فطلع هيستامين والالرجيك ميدييتورز، الهيستامين والالرجيك ميدييتورز تعمل فازو دايلاتيشن للبريفرال بلاد فيسلز. اذا الاثنين المحصله ان هي از فازو دايلاتيشن او في دي، ولكن الفي دي حصل بميكانيزمين مختلفين، وعشان كده بنقول عليهم هما الاثنين ديستريبيوتيف شوك. السيبتيك شوك هتحصل بسبب انفكشن، لا سيما بالبكتيريا لان البكتيريا اقوى كستيمولس لجهاز المناعه، او اي سترونج فيروس او سترونج مايكرو اورجانيزم زي الكورونا. ما الكورونا بيعمل سايتوتوكسين او سايتوكاين ستورم سيندروم، اللي هو ممكن يعمل سيبتيك شوك ويموت العيان من سيبتيك شوك او من سايتوكاين ستورم. انما الانافيلاكسس بتحصل بسبب ايه؟ زي ما قلنا، يا بي ستينج، يا حساسيه من دواء، حساسيه من لدغه، او حساسيه من قرصه نحله، حساسيه من الاكل، حساسيه من اي حاجه. طيب السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم ده اللي بيحصل مع السيفير انفلاميشن. هنا في انفلاميشن، في انفلاميشن، بس الانفلاميشن ولا سببه حاجه انت عندك حساسيه منها زي مثلا نحله او كده، ولا سببه مايكرو اورجانيزم. ايه ده؟ هو في حالات ما فيها ستيرايل انفلاميشن اللي هو التهاب، ولكن بسبب حاجه تانية غير مايكرو اورجانيزم او فورين بودي او اي حاجه. بانكرياتايتس مثلا، سبب ان البانكرياتيك انزيمز دلدقت، كان في الجسم كله او دلدقت على التيشو بتاع البنكرياس وما حول البنكرياس وعامله سيفير انفلاميشن. البرن يا اخي، الحرق قبل ما يجيت انفكتد، ما ده انفلاميشن في حد ذاته. التروما بتعمل تيشو دامج، خبطه جامده تعمل تيشو دامج، التيشو دامج بيعمل نيكروزز، والنيكروز بيعمل انفلاميشن من غير مايكرو اورجانيزم ومن غير بكتيريا. ذلك الانفلاميشن قد يكون ايضا سيفير اناف لدرجه انه يعمل برضه فازو دايلاتيشن، مما يؤدي الى هايبوتنشن وشوك. وده برضه نوع من انواع الديستريبيوتيف شوك، السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم او السيرس. بس الفرق بينه وبين السيبتيك ان السيبتيك الانفلاميشن سببه مايكرو اورجانيزم، لكن السيرس الانفلاميشن ما فيهوش اي مايكرو اورجانيزم. امال النيوروجينيك ايه؟ النيوروجينيك كود بي ديو تو بين او سيفير بين، بلاش نقول بين، مش اي بين، سيفير بين، او برين او سباينال كورد انجري. البرين او السباينال كورد دامج ممكن يدمج الريجولاتوري نيورونز اللي بتريجوليت الباسكولار تون او اللي بتتحكم في الباسكولار تون. فلما تفقد التحكم في الباسكولار تون، هو مينلي الجهاز العصبي بيعمل ايه في الباسكولار تون؟ بيخليها تمسك العقل. عارف امسك العقل يا فنان، او امسك العقل يا هداف؟ امسك العقل، تخليها تمسك العقل علشان ما تفرشحش او ما تبايلتش. فلو فقدت النيورال كنترول اوف ذا فاسكولار تون، تلاقي بلاد فيسلز لا مؤاخذه فشخت منك كده، بقت دايليتد، وده برضه يعمل فازو دايلاتيشن وديستريبيوتور شوك. ده ممكن يحصل في حاله برين او سباينال كورد انجري. حد يقدر يديني اكزامبل لكومن كوز اوف سباينال كورد انجري او اكسيدنتال سباينال كورد انجري؟ اسمها اللمبر بانكشر. اسمها اللمبر بانكشر والبنج النصفي. البنج النصفي ايفن ممكن يعمل نيوروجينيك او ديستريبيوتور شوك.
السيفير بين نفس الكلام، لان السيفير بين او الالم الشديد قد يؤدي الى علو شديد ورفع شديد لسكنه الباراسيمباثيك، وده ممكن يعمل سيفير فازو دايلاتيشن وهايبوتنشن بشكل رهيب جدا لا تتخيله. ده في السيفير بين، ده لو الم شديد ومبرح، برغم من ان الالم العادي بيعلي سكنه السيمباثيك، لكن السيفير بين تبص تلاقي سكنه السيمباثيك نزلت والباراسيمباثيك نطرت لفوق مره واحده، وانكريز رهيب في الفيجال تون. الانكريز الرهيب اللي في الفيجر تو ممكن يعمل هاي بوتنشال اب تو شوك. كل دي ميكانيزمات مختلفه وانواع مختلفه للشوك شرحتها لك بالكوزز بتاعتها من جدول غايه الروعه ماخوذ من الفيرست ايد. بنقارن ما بينهم ازاي؟ او انت كطبيب انت جاي لك لمؤاخذه عيان الشوك ده ممكن يكون فاقد الوعي في لوس اوف كونشسنس، فانليس انت عارف الهيستوري بتاعه مش هتقدر تشخص نوع الشوك ايه، لان العيان مش صح يقول لك ايه اللي جرى له. مثلا اللي حوالين العيان يقول لك يوضه لدعته نحله النهارده الصبح وقرصته نحله واحنا كنا بنتنزه في الحديقه وقرصته النحله، وبعد ما قرصته النحله شويه كده ولقيناه بيدروخ مننا وبيعمل، بس خلاص انت استنتجت ان دي غالبا ديستريبيوتيف شوك، ديستريبيوتيف انافيلاكتيك، فهتعالجه على هذا الاساس هايلي لايكلي. طب هو افرضنا العيان مفيش هيستوري، نيجاتيف هيستوري، الحل ايه؟ الحل انك تقيس ثلاث حاجات، والثلاث حاجات دول هم اللي هيساعدوك على انك تعرف نوع الشوك ايه غالبا. يعني خد عندك مثلا في التلات حالات او في التلات انواع الشوك الاولانيين اللي هما ان كانت اوبستراكتيف حاجه طبقه على نفس القلب او الرئتين، او كارديوجينيك القلب نفسه تعبان، او هايبوفوليميك كميه الدم اللي بيضخها القلب قلت، في التلات حالات دول بتلاقي الكاردياك او البوت واطي، لان العيب يا في دم يا في قلب يا في حاجه طبقه على نفس القلب او الرئتين. طيب كده يبقى، ومش بس كده، عايز اقول لك ان في التلاته دول هتلاقي ان البالمونري فاسكولار او البالمونري البريفرال فينوس ريتيرن او البريفرال فينوس بريشر، هي هيها مصطلح ده سيم، لان اللي بيحدد البريفرال فينوس ريتيرن هو هو البريفرال فينوس بريشر. البريفرال فينوس بريشر بيعلى، البريفرال فينوس بريشر بيعلى في الثلاثه، او البي في ار بيعلى، عفوا سوري البي في ار، انا اتاكدت انا قلت يستحيل تكون بريفرال فينوس ريتيرن او بريفرال فاسكولار ريزيستنس، لا دي معناها يا جماعه البالس فوليوم ريكوردنج، معلش خدت ايه نتاكد لما رجعت للماستر لقيت بالس فوليوم ريكوردنج. بالس فوليوم ريكوردنج معنى حجم البالس، البالس فوليوم في كل التلاتة دول او في كل التلات تنواع دول هتلاقي ان البالس فوليوم ريكوردنج عالي التلاتة، فهتلاقي في التلاتة دول عالية. مش عارف ليه مش مقتنع برضه، انا لست مقتنعا بخانة البي في ار دي في التلاتة. طب انا هبص بقى على الفيرست ايد، عايز اشوف الفيرست ايد هيكتب فيه الديكشنري بتاعه البي في ار اللي في الصفحه دي ستاندز فور ايه. لحظه واحده كده وارجع. خلاص الخبر اليقين اتى، ده معناها بيريفرال فاسكولار ريزيستنس. اصل على فكره غلط خالص انك تحط اختصار عايم بالشكل ده يعني، بس هو لا بيريفرال فاسكولار ريزيستنس، وخلاص كده بقت ميك سنس، لان في الثلاثه الاولانيين دول السيمباثيك تون بتعلى، هنا السيمباثيك تون هتعلى بسبب وجود هايبوفوليميا، وهنا السيمباثيتك تون هتعلى علشان القلب ما بيضخش دم للتيشوز وفي تيشو هايبرفيوجن، وهنا نفس الكلام في حاجه طبقه على نفس القلب او طبقه على نفس الرئتين فعملت بريفرال تيشو هايبوكسيا ونقص في الاكسجين دليفري للتيشو، فطبيعي انك تلاقي في فازو كونستريكشن وانكريز في البي في ار. طب ما حلو، طب ما كده الثلاثه دول الكاردياك او بوف فيهم بيقلوا، والتلاتة دول البريفرال فاسكولار ريزيستنس فيهم بيقلوا، طب ازاي افرق بقى بينهم هما التلاتة؟ بص يا فندم، تفرق ما بينهم بحاجة اسمها البالمونري كابيلاري ويدج بريشر. البالمونري كابيلاري ويدج بريشر بتبقى واطية في الهايبوفوليميك شوك وعالية في الكارديوجينيك والاوبستراكتيف. بالراحة بقى واحدة واحدة افهمك ليه. وايه هي البالمونري كابيلاري ويدج بريشر اصلا؟ Pulmonary capillary wedge pressure is a measure of the pressure in the right, in the left atrium. عفوا.
It's a measure أو it's a technique used to measure the pressure in the left atrium تحديدا. طيب معلش يعني معناته إن البلمونري كابيلاري ويدج بريشر تبقى عالية ما تأخذنيش في ال أو تبقى واطية في الهايبوفين، طبعا هتبقى واطية. ليه تبقى واطية؟ إن الدم قل، فالدم اللي مالي أوض القلب المختلفة قليل، فالضغوطات في أوض القلب المختلفة واطية، فالبلمونري كابيلاري ويدج بريشر واطية. لكن الكارديوجينيك في حاجة طابقة على نفس القلب، طابقة على نفس الأوتبوت اللي خارج من الهارت، فبالتالي الدم متراكم او القلب بيتملي دم كتير ومش عارف. عارف انت لما يبقى القلب بيتملي دم كتير بس مش عارف ينفش، فالضغط جواه لازم هيعلى، فالبلمونري كابيلاري ويدج بريشر بتاع ده في الاوبستراكتيف. تمام، في الكارديوجينيك عشان القلب فاشل فالدم عمال يتراكم جوه اوضه، فلما الدم يتراكم جوه اوضه يعلى الضغط، يعني يعلى الضغط في الوسط. فالطبيعي جدا ان البلمونري كابيلاري ويدج بريشر في الاثنين دول يبقى عالي، لكن في دي يبقى واطي. هتقول لي الله، طب ده كده معناته ان مفيش طريقه افرق بيها ما بين الكارديوجينيك والاوبستراكتيف؟ ده اللي انت عايز توصله لي يعني. هقول لك بصراحه التفريق ما بينهم فعلا صعبه، ولكن سهل جدا انك تفرق ما بينهم بايكو او باي حاجه بيت سايد تيست. لا يعرفك كان في حاجه متراكمه حوالين القلب او بايمجينج، بدع في حاجه متراكمه حوالين القلب والرئتين باكارديك تامبوناد او تنشن نيموثوركس، ودول الايمجينج ما بيخطئهمش. في الكارديوجينيك هتلاقي طبعا في بالايكو اللي هو نوع من انواع الايمجنج برضه، هتلاقي في سيفير مايترا ريجرج او في مشكله في الكاردياك كونتراكشن او الايجكشن فراكشن بتاع القلب قلل او واتس ايفر. فدول لازم هتفرق ما بينهم باذر تيستس او بايمجنج مثلا ليتس سي، لكن بالميجرز دي ما تقدرش تفرق ما بين الكارديوجينيك والاوبستراكتيف، لكن سهل تفرق ما بين الهايبوفوليميك والكارديوجينيك والاوبستراكتيف. طب جميل، لقيته هايبوفوليميك مثلا العيان، طب ما تيجوا نكمل معلش التفريقه. طب الديستريبيوتيف شوك، الديستريبيوتيف شوك كلهم بيبقى مشكله في الفازو ايه؟ دايلاتيشن. طالما فازو دايلاتيشن يبقى البي في ار واطيه خلاص مبدئيا، ودي نقطه كافيه لوحدها انك تفرق لك ما بين الديستريبيوتيف شوك بمختلف انواعهم والهايبوفوليميك والكارديوجينيك والاوبستراكتيف. فاهمني؟ ده نفس الكلام حتى الكاردياك اوتبوت، من هنا في فازو دايلاتيشن والفازو دايلاتيشن عمل هايبوتنشن، الهايبوتنشن ده بيتبعت للسي ان اس او للجهاز العصبي المركزي يتقال له الحق ده ضغط الدم واطي، يعلي الضغط باي طريقه. يجي الجسم يحاول يعلي الضغط بانه يعلي السمباثيتك تون، فلما علي السمباثيتك تون السمباثيتك يجي يطلع يحاول يعمل فازو كونستريكشن، يلاقي في حاجه طبقه على نفس البلاد فيسل وعامله له فازو دايلاتيشن، فما يلاقيش قدامه السمباثيتك غير انه يكربج القلب، فالقلب تلاقي الكاردياك اوتبوت بتاعه عليت، حتى العام بيبقى تاكيكارديك بشكل رهيب. وطبعا مع الانكريس كاردياك اوتبوت الرهيب البلمونري كابيلاري ويدج بريشر بتوطى. طب هي الضغط في الرايت اتريوم بيوطى ليه؟ لان مع البريفرال فازو دايلاتيشن الرهيب، الفازو دايلاتيشن ايفن هي انفولف الفينز، فلما الفينز تبقى دايليتد الفينز عامله زي خزانات الدم، لما الدايليت تاكوموديت مور بلاد هتسع دم اكتر، فالدم اللي راجع للهارت يقل. لما الدم اللي راجع للهارت يقل يبقى الدم اللي في غرف القلب سيقل، فالضغط في غرف القلب يقل او البلمونري كابيلاري ويدج بريشر يقل. النقطه الهامه اللي بتفرق ما بينهم او ما بين دول في كفه والديسربتيف شوك او الديستريبيوتيف شوك عفوا بمختلف انواعها في كفه، هو يا كاردياك اوتبوت يا بريفرال فاسكولار ريزيستنس. اهم نقطتين فعلا وانا فهمتك خلاص بالباثوفيسيولوجي وبالميكانيزم يعني. طب حلو، هو دكتور يعني معلش، هو مش لازم اعرف سبب الديستريبيوتيف شوك ايه؟ ان كان سيبتك او انافيلاكتيك او نيوروجينيك او كده، ده لازم بس ده بالهيستوري وش. لان هنا العيان وش يا اما هيبقى كان محجوز مثلا وعنده فيفر او حرارته عاليه فيبقى ده سيبتك عنده انفكشن، يا يعني اما انت عرفت خلاص انه ورثته نحله او عنده الرجي او علق او كان محجوز عندك وعلقت له ميديكيشن وعنده حساسيه منه فانت بتستنتج انه انافيلاكتيك، يا يعني اما هو مريض بنكرياتيتس او مريض حرق محجوز في المستشفى فمعروف الهيستوري بتاعه، يعني انت هتقدر تايدنتيفاي نوع الديستريبيوتيف شوك بسهوله. تمام؟ طيب بالراحه بقى كده واحده واحده. لو هايبوفوليميك الحل ايه؟ اهم حاجه ايزوتونيك سولوشن. لو جات لك فيرست ستيب مانجمنت فلويد ريسسيتيشن بايزوتونيك سوليوشن،
لاكتيتد رينجر او نورمال سلاين. ولو فقد دم يحبس كمان تديله معاها بلد بس بريشيو 3 لواحد، 3 وحدات فلويدز قصاد وحده واحده دم. ولو كان النزيف مستمر ولم يتوقف لازم تانيشيت بلد ترانسفيوجن اس سون اس بوسيبل وتكمل عليه لغايه ما تقدر توقف النزيف او توقف سبب النزيف فان كان العيان بينزف دم يعني. اما لو كارديوجينيك الاولويه لانك تدي ابوزيتيف اينوتروب، دي اهم كلمه يعني. شوف زي ما كان اهم كلمه هنا ريبليت ويز ايزوتونيك سوليوشن، هنا اهم كلمه اينوتروبيك سبورت. دي فيرست ستيب مان بايه؟ بحاجات بتصحصح القلب شويه زي الدوبامين او الدوبيوتامين. ايه اللي يحدد انك تدي دوبامين ولا دوبيوتامين؟ لو عايز تعرف ضغط العيان، لو العيان هايبوتنسيف ادي دوبامين، لو العيان نوت هايبوتنسيف ادي دوبيوتامين. ليه؟ لان الدوبامين ليه سلايت ليه اينوتروبيك اكشن وفازوبريسور ايفكت، بيعمل شويه فازو كونستريكشن في البلاد فيسلز خصوصا لو اديته بهاي دوز، فيقدر يعلي الضغط وفي نفس الوقت يسبورت القلب. لكن الدوبيوتامين لا، ما بيشتغلش الا على البيتا 1 ريسبتور اللي على الهارت، فبالتالي ما بيشتغلش الا على القلب، هو بيصحصح القلب بس لكن ما بيعليش الضغط قوي. فبالتالي اينوتروبيك سبورت ماشي، مهم بس تعرف انه يا دوبامين يا دوبيوتامين، حتى مش مهم تعرف امتى تدي دوبامين وامتى تدي دوبيوتامين. طب معاك في ستيب بانجي اينوتروبيك سبورت. طب وبعد كده شوف السبب ايه وعالجه. يعني لو السبب مثلا مايترا ريجرش شوف هتعمل له عمليه بقى ولا ايه. لو السبب ام اي شوف هتدوب الجلطه ولا هتشيلها بقسطره ولا هتعمل كوروناري باي باس ولا هتعمل ايه بالظبط يعني. طيب لو اوبستراكتيف زي كاردياك تامبونات او تنشن للموثوركس او كده بنعالج الاندرلاين كوز، فالاولويه هنا ليست ولا الاعطاء فلويدز لان المشكله مش ناقص فلويدز، ولا الاعطاء اينوتروبس لان المشكله ليست في القلب، هي المشكله في اللي طابع على نفس القلب او اللي طابع على نفس الرئه. فالحل ندرنقه. لو كاردياك تامبونات ندرنق بريكارديوم، دي اسمها بريكارديوسينتيزيس، وناخد تفاصيلها ان شاء الله في الكارديوثوراسيك سيرجري. ولو كانت تنشن نيموثوراكس بدي كومبريس، بعمل حاجه اسمها بلورال دي كومبريشن ب وايد بور نيدل او وايد نيدل بلورال دي كومبريشن واندر ووتر سيل. وممكن نعمل ثرومبولايسس او ندي مذيب للجلطه، ده لو كان السبب ماسيف بالمونري امبوليزم، على حسب السبب ايه بقى. طب هو لو ديستريبيوتيف شوك على حسب نوعها، لو سيبتك اهم كلمه بلاد كالتشر وبرود سبيكترم انتي بايوتيك. بص ده بعد الريسوسيتيشن طبعا، ادمنستر برود سبيكترم انتي بايوتيك تمام واوبتين كالتشرز وتموديفاي بقى الانتي بايوتيك على حسب نتائج الكالتشر وكده والانتي بايوتيك سنسيتيفيتي. طبعا ده بخلاف ايه؟ بخلاف انك ممكن تضطر انك تدي نور ابينفرين، تدي فازوبريسور لو الضغط واطي، ما كلام من هذا القبيل تمام. ولكن الاولويه او اهم حاجه تنط في دماغك لما اقول لك سيبتك شوك برود سبيكترم انتي بايوتيك وكالتشر بلاد كالتشر. لو الرجيك شوك او انافيلاكتيك شوك، طبعا انا عارف كلكم هتردوا عليا ادرينالين وكورتيزون، ادرينالين وكورتيزون واحد على 1000 ابينفرين سبكوتينيوس او انتراماسكولار وستيرويد اي في، وممكن تدي انتي هيستامينكس، ممكن تدي انتي هيستامينك عشان تعكس طبعا الهيستامين يعني. زي ما اتكلمنا في الـ في الـ في البي ستينج وال او البي ستينج والواسب ستينج انتي هيستامينكس وستيرويدز، وممكن ندي ادرينالين لان الموضوع كله انت خايف من الانافيلاكسس. هو ده نفس الكلام، هو المانجمنت في الانافيلاكتيك شوك. طب لو سيرس سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم، ده للاسف الشديد ما عندكش حل غير انك تمانج السبب. طب النيوروجينيك شوك فلويد وفازوبريسور، علي الضغط بكل الطرق، علي الضغط بكل الطرق، ادي فلويدز وادي فازوبريسورز لغايه ما نشوف بقى هنقدر نمانج البرين انجري اللي حصل او السباينال كورد انجري اللي حصل ولا لا. بس
عارفين بقى المشكله المصيبه في الكورونا ايه؟ مصيبه كورونا، المصيبه في كورونا بيعمل سايتوكاين ستورم، ودي بتعمل ديستريبيوتيف شوك، سيبتك شوك لايك، يعني هي حاجه زي السيبتك شوك، بس المشكله ان مصدر السيبسس ملوش علاج. هتشوف ادمنستر برود سبيكتروم انتيبيوتيك ينفع لو بكتيريا، لكن المصيبه ان ده فيروس بقى، فانت وملوش علاج، فهي دي التريكه بقى. فدي المزنق اللي بيحصل في الكورونا فيروس، خصوصا في الكومبليكيتد كيسز اللي هي طبعا بيبقوا اميونو كومبرومايزد، او ناس كبار في السن او اطفال صغار في السن. ايه ده؟ معلش. طبعا بعد الشر على عيالي يعني، بس ده دي That's it for today. و That's it بالنسبة لل Emergency Medicine. كده تم الانتهاء من محاضرات ال Emergency Medicine كاملة بفضل الله تعالى. شكرا جزيلا لكم جميعا. بالمناسبة اللي ظهر من شوية ده ابني بعد الشر يعني عليه، طبعا انا استغربت الحقيقة، قلت طفل صغير، بعدين جيت بختم الحصة بصيت لقيته طلع، سواء كان طالع علشان كنت مبعتلي الصورة فكنت حاططها على الاستوديو فطلعت بالغلط. بعد الشر عليه طبعا، ربنا يديله الصحة، دعواتكم كده ليه، ربنا يديله الصحة يعني ان شاء الله. لكن يعني that's it كده for today. الحمد لله انتهينا من الامرجنسي ميديسن، والنهايه كانت بصوره الامور مازن. تمام. شكرا جزيلا لكم جميعا. القاكم على خير. لكم مني اطيب تحيه. ان شاء الله الاسبوع القادم خلال شهر رمضان، لم اكن اتمنى ذلك يعني ان احنا نشتغل بطنه في رمضان، بس طبعا انت طالما معاك الفلكسبيليتي ان المحاضرات نازله لك اوفلاين، فانت معاك you have your flexibility انك تسمعها بعد الفطار، قبل الفطار اللي انت عايزه. ولكن ميعاد الاكتيفيتي سيشن بتاعنا باكد مره تانية خلال شهر رمضان، انه هيكون الساعه 4 عصرا بتوقيت القاهره. كذلك خلال هذا الاسبوع، خلال هذا الاسبوع، مهم اللي انا بقوله بقى، ان شاء الله هننزل بوست على الجروب للناس اللي انترستد ان هي تكمل معانا ان شاء الله، لان كده احنا خلاص على وشك ان احنا نخلص فتره الترايل اللي هي تشمل الامرجنسي والاكتيفيتي سيشنز بتاعتها. انا طولت فتره الترايل خالص، فانا متهيالي ان كل واحد دلوقتي عارف خلاص هل الامر مفيد بالنسبه له ولا مش مفيد، حاسس ان في اضافه بتضاف له ولا لا. وده اهم حاجه، انك تحس ان في امباكت، حاسس ان الموضوع ده هيفيدك او السيستم هيفيدك. حسيت ان السيستم بتاعنا هيفيدك، هنزل بوست ان شاء الله. البوست ده احنا اوريدي حجز او اوريدي حوالي 10 اماكن اتاخدوا من اصل احنا فاتحين 20 مكان، فلسه نص الاماكن فاضي. يوجوالي على فكره احنا في السي كي ممكن ما بنقدرش نكمل الاماكن يعني اوريدي اللي بيبقى انترستد بيبقى بعت خلاص، اوريدي بيكون تواصل خلاص، بس جاست ان كيس في حد ستيل انترستد بس مستني الاكشن يجي مننا، يعني في بوست هينزل على الجروب بتاع الترايل. وكذلك في بوست هينزل على كل الجروبات، وهيحتوي على اللينك بتاع الصفحه الرسميه بتاعتنا للي حابب انه خلاص يحجز مكانه ويكمل معانا، انه يتواصل مع الصفحه الرسميه او يبعت رساله للصفحه الرسميه ان انا خلاص اي كونفيرم ان انا عايز اكمل في ستيب 2 سي كي preparation system. وان شاء الله في حد بيتواصل مع حضرتك او بيرد معاكم او بيرد عليك خلال 24 ساعه حد اقصى، يعني اقل من 24 ساعه طبعا هيكون رادد عليك. ولكن لو انت نفسك توفر في الوقت، هو البيانات المطلوبه من حضرتك، لو حضرتك نفسك تبعت مثلا للصفحه الرسميه، البيانات المطلوبه من حضرتك هي الاسم تمام، وخريج ام ما زلت امتياز او طالب تمام، وهل انت او البلد اللي حضرتك متواجد فيها، يعني حضرتك متواجد في انهي بلد، بتحضر معانا او هتتابع معانا من انهي بلد، هل انت متواجد داخل مصر ام خارج مصر، وفاينالي
بتقول دفعه كام؟ يعني علشان برضو ده بيفيدنا في ان احنا مثلا نشوف هل انت راسم على فيلوشيب ولا راسم على نيابه او وات سويفر يعني. تمام؟ هما دول اربع حاجات المطلوبين منك، تبعتهم بس الصفحه الرسميه ان شاء الله من اكونتك بتاع الفيسبوك اللي انت ان شاء الله ناوي تكمل معانا فيه او تكمل معانا بيه، وباذن الله بيتم الرد عليك بطريقه الدفع المناسبه. في دلوقتي عندنا دفع اونلاين ايفن علشان موضوع الحظر وبتاع الكورونا، ممكن تدفع اونلاين عادي خالص باي كريدت او ديبت كارد على النت، ومتاح بطرق تانية كتير، ولكن في حد هيتواصل معاك بطرق الدفع، وهيتم اللي هيفضلوا فقط على الجروب اللي هو بتاع نيو اونلاين 2020، اللي هيفضلوا عليه هم الناس اللي دفعت فقط لا غير، او اللي اكدوا ان هم مكملين معانا باذن الله. اتمنى ان شاء الله ان حتى اللي قرر ان هو ياجل بدايته انه يبدا معايا برضو، واتمنى برضو التوفيق للكل سيما ما كان هتبدا معانا او مش هتبدا معانا. بس اي ثينك خلاص انت فهمت ان التريكة بس في ستيب 2 سي كي ان حد يقدر يساعدك ويجيب لك التجميعه في مكان واحد، لكن كل المعلومات ما فيهاش معلومات جديده خالص بالنسبه لك، لكن هي التريكة في التجميعه والتريكة في المتابعه والفولو اب، وان احنا نبقى بنحل اسئله اليور للكامل. شكرا جزيلا لكم جميعا، القاكم على خير الاسبوع القادم، رمضان كريم، واشوفكم في اول محاضره في رمضان وهي الاكتيفيتي سيشن يوم الاحد القادم الساعه 4 عصرا بتوقيت القاهره. بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي.